بسم الله الرحمن الرحيم، برحب مشاهدي قناة النهار في كل مكان وحلقة جديدة من أوضة اللبس. كالعادة عندنا مجموعة من الأخبار تخص النادي الأهلي ونادي الزمالك، وكمان هنتكلم عن منتخبنا الوطني. هنبتدي من النهاردة، محدش يقول لسه بدري، عندنا حلم المونديال، هنساعد هندعم منتخبنا والمدير الفني واللاعبين عشان نحقق حلمنا كلنا، وكمان هنشوف الصحف العالمية بعد تألق نجمنا محمد صلاح قالوا ايه. ده كل ده هيبقى معانا النهارده، وكمان في فقره الضيف النهارده معانا واحد من نجوم نادي الزمالك الكابتن احمد مجدي. نتكلم في كل حاجه في الدوري، الاستعدادات، كاس مصر وكاس مصر السابق، كل حاجه تخص الاحداث اللي موجوده على الساحه الرياضيه. خلوني في البدايه ابتدي من مع حضراتكم من النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده مباراه مهمه يوم السبت القادم امام سان داونز، خصوصا اللي هو تعادل خارج الارض مع الهلال السوداني في مباراه كانت يعني امكانياتها الفنيه مش كبيره. وانا قلت في اوضه اللبس ان النتيجه معبره عن الاداء، نتيجه مرضيه للطرفين، وهي دي النتيجه بصراحه للهلال السوداني او للنادي الاهلي على قد اللي الفرقتين قدموه في المباراة. النادي الأهلي أكيد كان عنده أفضل من كده بكتير. ليه؟ عشان معاه مدير فني كبير ومعاه كمان مجموعة من اللعيبة المتميزة اللي تقدر تحسم المواقف كلها. شفنا في كأس العالم الأندية الكل راهن على النادي الأهلي في ظل غيابات كتير وفي ظل إصابات وفي ظل تحديات كبيرة، قدر النادي الأهلي مع المدير الفني اللي بيقدر يتعامل في المباريات الكبيرة بشكل كويس جدا مع النادي الأهلي. طيب خلوني اروح لمباراه سان داونز في اول اخبارنا النهارده. مباراه سان داونز النادي الاهلي بيخاطب اتحاد الكوره وبخصوص زياده عدد الجماهير في مباراه النادي الاهلي وسان داونز. ده كلام محترم جدا جدا من وجهه نظرنا، ليه؟ ومنتظر اكيد الرد. اتمنى الاتحاد الكوره يشتغل من دلوقتي مع الجهات الامنيه. ليه؟ علشان عندنا ماتش مع المنتخب، والكلام اللي خارج لنا اللي ممكن يبقى فيه 50,000 متفرج. فالنهاردة مبادرة في ماتش الأهلي هنا وماتش الزمالك هنا ندخل الجماهير، خصوصا اللي عندنا جهتين محترمين جدا عاملين حالة من الانضباط في المدرج مع الالتزام الجماهيري اللي موجود بأمانة. واحنا بننقل الصورة دايما كاملة لحضراتكم، الجماهير لما بتعمل أي حاجة محترمة بنشيد بيها وبنديها حقها. اللي هيخرج عن النص مش هنقبل كلنا اللي كان بيحصل قبل كده، وهنطالب بالفريق الجمهور وهيخرج عن النص لا ما يبقاش موجود، وده طبيعي جدا. ليه؟ عشان احنا محتاجين الجماهير ترجع، ومحتاجين التزام ومحتاجين انضباط. مجلس إدارة النادي الأهلي بيتكلم مع اتحاد الكرة والجهات الأمنية اللي عايز يبقى فيه زيادة من الجماهير. طيب احنا بنتكلم على جهتين، بنتكلم على تذكرتي وكمان فان اي دي. الجهتين دول عاملين حاله من الالتزام والانضباط، واللي انت بتدخل بتسجل بياناتك بيبقى معروف مين. وانا حكيت اكتر من مره الموقف بتاع لما حصل خروج عن النص من بعض الجماهير، اتعرف بالاسماء مين اللي عمل كده، وتوجه لهم كلهم في رساله واحده في نفس الوقت الالتزام والانضباط، يا اما مش هيبقى فيه مباريات تاني. كلنا مع ده طبعا، كلنا مع ده. فالجماهير ملتزمة جدا 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 بالأمانة من اللي راح ساند منتخبنا الوطني في الكاميرون، وكمان في مباراة الدوري العام الجماهير ملتزمة، كل واحد بيشجع فرقته. بيحصل بعض الأمور البسيطة جدا، ودي في عالم كرة القدم موجودة في الدنيا كلها، لكن في التزام من الجماهير طبعا، في التزام، في انضباط، في انضباط مهم جدا. عايزين نزود شويه بشويه زي ما المسؤولين رابطه الانديه وعدت بالكلام ده مع اتحاد الكوره، واحنا دايما بنقول امننا قوي جدا، امننا يقدر يامن اي حاجه اي وقت، وهي دي الحقيقه، ولا بنجامل ولا بننافق، هو ده اللي على ارض الواقع. الامن يقدر يامن اي مباراه وفي اي مكان، ويقدر يعمل حاله من الانضباط والالتزام. مهم جدا كل واحد يشوف شغله، ومهم جدا كل واحد يشوف عمله. فمن هنا بتمنى رابطة الأندية مع اتحاد الكورة اللي في المباريات الأفريقية اللي موجودة لبيراميدز، للأهلي، للزمالك، للمصري، تبقى خطوة قبل مباراة السنغال
والجماهير ترجع من تاني، نشوف المدرجات مليانة، ونشوف المدرجات بتشجع، ونشوف المدرجات بتدعم، هتلاقي بقى أمور كتير في الرياضة اختلفت بشكل كبير، فيما منها الأمور التسويقية، فيما منها التشجيع، فيما منها حلاوة المباريات. بتيجي مباراة في الدوري، وأنا أو أعوذ بالله من كلمة أنا، وأنا بتكلم معاكوا دايما على فكرة لكرة القدم للمتعة، مش للخناق هنا والتعصب هنا والشد والجذب هنا، أبدا. بالعكس، عايزين الجماهير زي بره، الناس بتروح، زي مثلا جماهير على سبيل المثال نجمنا محمد صلاح مثلا موجود في ليفربول، هتلاقي الجماهير بتروح من قبلها بتستمتع بالمباراة، اللي عايز يتغدى الأول قبل المباراة موجود. ممكن ما عندناش بعض الإمكانيات دي في الاستادات، موافق على ده، ولكن الناس بتتعامل مع كرة القدم اللي هي راح يستمتع بفرقته، رايح يشعر في فرقته، راح يغني لفرقته، راح يهتف لفرقته. ولو لا قدر الله بيكسبوا او لا قدر الله خسروا، بتلاقي الناس بتسقف ثقافة محترمة اتنقلت عندنا. شفنا من زمان جدا في مباراة الكاس، الاهلي مرة خسر الكاس وجماهير النادي الاهلي بعد المباراة بتسقف للاعبتها، كانت الاول او زمان ما كانش فيه الكلام ده، كان فيه تخسر البطولة تلاقي هجوم كبير جدا، كان بيتفتح ابواب النادي تدخل، دي حالة تعمل احباط. كرة القدم مش كده، وكان للاسف في تفكير بعض المسؤولين في الاندية كانت طريقتهم بالشكل ده، دخل الجماهير يقرصوا على اللعيبة شوية. طب ما انت بتفقد لعيبك الثقة، الحياة بتستمر، فانت من هنا لما بتعمل ده بتنقل عند الجمهور اللي هو مبقاش عنده ثقافة الهزيمة، بتخليه يتعصب، بتخليه اللي هو مش قابل الهزيمة. دي كانت افكار جزء منها عشناها وشفناها، فبالتالي لا، الجديد شفنا جماهير نادي الزمالك، الزمالك لما بيخسر بطولة بتلاقي اول حد بيساند وبيدعم وبيحترم فرقته وبيحترم لعبته الجماهير، وبتقعد تسقف وتنادي لعبتها لاعب لاعب. فدي ثقافة ما كانتش موجودة، بقت موجودة بشكل كبير جدا دلوقتي. ليه؟ لما الناس بعدت عن المدرج، جزء كبير جدا راح للسوشيال ميديا بأمانة، وأنا هنا ده اللي بيحصل على أرض الواقع، وجزء أكبر راح للدوريات الأوروبية. فلما راح للدوريات الأوروبية الكل بيتعلم، شايفين الفرقة دي بتخسر يروح مسقف، شايفين الممرات اللي بتتعمل، الناس بتحترم بعض ازاي، ابتدت الثقافة تتنقل في ظل الغياب الجماهيري وبعض المتعصبين وبعض الملزقين والمتفزلكين اللي دايما كانوا بيعملوا لنا حالة من التعصب وحالة من اللي كأنها حرب. دي كرة قدم منوط بيها المتعة والانبساط، واللي انت تبقى فرحان بمنتخبك وبفرقتك وبناديك والنادي اللي انت بتعشقه. النهارده كنت بشوف على السوشيال ميديا، انا بنقل الصوره كامله، مثلا النادي الاهلي عنده ماتش في افريقيا، فتلاقي يقول النهارده يوم سعادتي، تلاقي ناس كاتبه كده، والله الناس بتكتب كده، ده يوم سعادتي، ده مستنيك بفارغ الصبر، انت بقالك كتير ما لما الاهلي بيريح شويه ما بيلعبش مباريات. فبالنسبة لجماهيره هو العشق والقلب والدفء والروح. نروح لجماهير نادي الزمالك لما فرقته ما بتلعبش أو بتخسر بطولة، بتلاقي على طول في السوشيال ميديا دلوقتي معاكوا وفي ظهركوا، فبيدوا دايما رمز للوفاء والانتماء والإخلاص. فدورنا اللي نتكلم عن الحاجات الكويسة دي، تعبنا من قبل كده الخناقات والتراشق، والاعلام يظهر التراشق فبالتالي العصبيه تزيد بشكل كبير. فلازم نرجع كلنا نروح كمان لمنتخبنا وهدفنا وهو كاس العالم. مدير فني غير وجهه نظرنا كلنا كلنا. فعشان كده اللي انا عايز اقوله في البدايه، هرجع تاني، تبقى خطوه كويسه لما الناس المسؤوله تتحرك من بدري شويه. يعني انت تبقى عارف في مباراه الاهلي يوم السبت، طب يبقى في اجتماع من بدري، طب عايزين نزود عدد الجماهير ونشوف، والله زي الفل. المباراه اللي بعدها نزود اكتر، هنروح هنلاقي الجماهير وهي رايحه ماتش المنتخب وماسكه العلم وبتهتف لمصر، خلاص رجليها اخدت على المدرج. احنا الالف قليل، وبس امانه يعني تبص في المدرج احيانا تلاقي او فاضي، تلاقي صوت المدربين باص 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 يمين شمال فوق تحت، ده بيحصل في المباريات، ثم مباريات تعبر عن الملل، تلاقي نفسك قاعد بتتفرج تنام.
فيش كرة سريعة، لكن الجماهير وهي موجودة في العقاب الفوري، لما تعمل باص غلط، تعمل تغطية غلط، تلاقي الزومة بتاعت اللي تقومك من تاني. ده كلنا عرفنا الكرة كده وكلنا فهمنا الكرة كده. ده فيما يخص النادي الأهلي، منتظر الرد من الجهات الأمنية أو سواء من اتحاد الكرة. الأمن إن شاء الله جاهز، وكمان بتكلم على تذكرتي، الناس محترمين جدا جدا جدا، بيعملوا شغل أكثر من رائع، في حالة من الانضباط، حالة من الالتزام. كمان فان اي دي ده برضو نفس الموضوع، بتسجل بياناتك كلها وبتبتدي يبقى معاك اللي انت تروح الاستاد وتقدر تاخد التذكرة بتاعتك. عملنا الشق ده، عايزين بقى نشوف ان شاء الله عودة الجماهير. مش بنقول بشكل برضو كامل، خلينا ماشيين خطوة خطوة. قلنا 1000، خلاص نروح بقى نزود شوية يعني، وهو ده اللي انا قلته يعني خطوة. والجماهير لما التزمت، شفتوا التشجيع في الكاميرون كان عامل ازاي، شفتوا مباراة الدوري، شفت الاهلي والزمالك الاسماعيلي، لا الاتحاد. فبالتالي الاندية الجماهيرية برضو محتاجة، وهي اللي بتلعب في افريقيا كمان، محتاجة فرقها تبقى موجودة. ودي تاني المرة المليون في بداية الحلقة بقول بروفة قوية لمباراة السنغال. من ضمن اخبارنا في النادي الاهلي، في لعيبة مع النادي الاهلي تألقت بشكل كبير جدا في كاس الامم الافريقية، فالوكلاء بتبقى قاعدة عارفين اللي هو ايه، عينه سابع وعايز يستفيد واللاعب يستفيد والنادي يستفيد، فبيشوف مين يتألق، مين جاي له عرض من هنا وهناك. فأذكركم بكلام من الكابتن سيد عبد الحفيظ، قال لك لنهاية السيزون مفيش كلام عن عروض، مفيش كلام عن حد يخرج، عندي بطولات بشارك فيها، هرجع من كاس العالم للأندية، عندي كاس، عندي دوري، عندي بطولات كتير جدا، افضل محافظ على لعيبتي وتبقى في حالة من التركيز، محدش يشتت لعيبتي. فالكابتن سيد قفل الموضوع ده، ورغم ذلك بتيجي بعض العروض. في كلام في الكواليس ان حمدي فتحي جاي له عروض بعد تألقه مع، كمان بنتكلم على محمد عبد المنعم مع نهاية الموسم. ركز عشان يجي لك نادي اكبر، ركز عشان تجيب الفلوس بشكل اكبر، لكن دلوقتي الاهلي قافل القصة بالضبة والمفتاح زي ما بيقولوا. تمام. عايز اتكلم كمان على النادي الاهلي، عنده مباراة المقصة، كان واخد يومين راحة. في ناس بتستغرب وبتسأل ازاي يومين راحة اتمرن تمرينة وبعدين هتروح تلعب مباراة. لا، اللي عمله النادي الاهلي، لعيبه رجعت من المنتخب على طول، ما لحقتش تريح، رجعت على مصر ثم سافرت على السودان ثم لعبت المباراه ثم هترجع تدخل في الدوري. فمش عايزين نتدخل في شغل المديرين الفنيين، هو اضرب شغله. ففي النهارده شايف ناس متبنيه فكره هو ليه يومين اجازه، ما انت في ناس برضو، انا بصراحه وهنا اللي انا بخاطبهم، ما فيش حد ينصب نفسه مالك اكتر من الملوك، وده بيحصل كتير جدا. انا يعني اللي عايز اقوله، سيبوا الناس تشتغل، مش دايما تحت الضغط. الضغط ده اضغط لما تخسر بطوله، اضغط لما ادائي يبقى وحش، اضغط لما لعيب يبقى مش شايف مسؤولياته، اضغط لما تلاقي مسؤول قراراته لا تناسب مبادئك. لكن اي حاجه اليوم بيومه دي صعبه قوي يعني، حتى تخليك تشتغل مفيش، مش في المود. فالراجل ده كل اللي حصل ده فطبيعي جدا، واضرب فرقته. يعني من ضمن الحاجات اللي بيفكر فيها، ودي من مصادرنا، في مباراة مصر المقصة التفكير بشكل كبير جدا اللي رايح عمرو السولية وكمان علي معلول، قال لك كانوا مجاهدين في مباراة الهلال السوداني بشكل كبير جدا. فمن حق المدير الفني عنده أوراق، وسيبوا الناس تشتغل، سيبوا الناس. احنا دورنا بننقد بعد المباراة، نشوف هل الطريقة اللي لعبت بيها صح؟ لا غلط. لا اللاعب ده في المكان ده هيديك المضمون اللي انت عايزه، صح غلط؟ هنقول كل ده، بننتقد لما يستحق اي حد النقد. لكن فيما يخص الراحه، فيما يخص تدريب، ده شغل مدير فني هو اللي يقرر مصير لعيبته وراحه لعيبته. فبالتالي اللعيبه مجهده جدا، فالطبيعي ياخد يومين سفر رايح جاي، سفر رايح جاي. فبالتالي ده وجهه نظر المدرب. كلام كتير كمان عن، او الاتحاد الافريقي اعلن النهارده ان حكم مباراه النادي الاهلي وصن داونز رضوان جيد، وده حكم من وجهه نظري كامل متميزين، حكم محترم جدا، حكم للاهلي قبل كده اعتقد 5 مباريات، النادي الاهلي فاز في 3 وتعادل في 2.
وحكم سمعته طيبه جدا للاتحاد الافريقي. النهارده نزل للراجل الصوره على موقع الاتحاد الافريقي، فدايما بنبقى ابديت معاكم، واعلنوا رسميا من خلال الموقع ان هو حكم مباراه الاهلي وصن داونز. يعني ممكن استعرض نتائج الحكم رضوان جيد مع حضراتكم. مثلا الحكم رضوان جيد مثلا في 2010 حكم مباراة امام جانرز هراري زيمبابوي بلقاء العودة في دور 32 والاهلي فاز 2-0. المباراة الثانية كانت في 2017 امام بيتفيست الجنوب افريقي في ذهاب ال 32 والاهلي كسب 1-0. المباراة الثالثة كانت 2018 امام كامبالا سيتي في ختام دوري المجموعات وفاز النادي الاهلي 4-1. المباراة الرابعة للحكم رضوان جيد كانت في 2018 للهلال السوداني وتعادل النادي الاهلي 1-1. المباراة الخامسة اللي قلت لحضراتكم يوم في 2021 امام فيتا كلوب الكونغولي واتعادل النادي الاهلي 2-2. وحتى هو الراجل من الشخصيات المحترمة كان فيه ضربة جزاء واعتذر عنها لان هو بعد ما شاف اللعبة قال اللي هي مش ضربة جزاء. دي فيما يخص اخبار النادي الاهلي. نروح لنادي الزمالك مع حضراتكم. ودايما نادي الزمالك بيبقى فيه كواليس كتير جدا جدا. النادي الزمالك عندنا فيه خبرين مهمين. شفنا المباراة الاخيرة واتكلمنا فيها فنيا وقلنا ان نادي الزمالك اتعادلت هنا المباراة التانية بلعب فريق امكانياته متواضعة، عملت له الف حساب. فرقة سجرادة عندها دفاعاتها سيئة جدا، سبت لهم وسط الملعب تشكيل من البدايه كالعاده في اخر ثلاث مباريات للمدير الفني فيها تاليف بلغه الكوره، ملوش اي تواجد على الخط، عدم تركيز، التبديلات كلها غلط. فالنادي الزمالك بدل ما يبقى عنده 6 نقاط، ده وجهه نظر، بقى عنده نقطتين. وتبتدي تروح بقى الحسابات، هنعمل ايه المباراه دي؟ هنروح الوداد، طب لما يجي الوداد وماتش الوداد صعب هنعمل ايه بره؟ طب ولو الوداد كسب هيبقى 6 بونت، لو بترو اتلتيكو كسب سجرادة وده متوقع هيبقى 7 بونت، فالزمالك يبقى 2. فمين اللي هدخل القصة دي؟ ولا ادارة بتلعب، اللعيبة والجهاز الفني. الجهاز الفني البداية غلط، والاستعداد والتوظيف والروح المعنوية. انا قلت لكم والله اللي يشوف انا دوري العدل اللي انا شايفه اقوله، وانت بتتكلم بتحاول تشرح للجماهير ليه الوضع لما تتعادل وليه الوضع لما تكسب وليه الوضع لما تخسر. لما تتفرج على المدير الفني في المؤتمر الصحفي اولا قاعد طالع كانه ما فيش حاجه حصل، حاجه حصلت، ولا كانه فقد اي نقاط ولا اي حاجه خان، ولا حاسس بجماهير، ولا حاسس ان انت نفس الموقف اتكرر السنه اللي فاتت. والردود فيها ريلاكس ريلاكس. كرة القدم ما بتعرفش، اللي عايز بطولة بيبقى واقف على رجله طول، مدرب ولعيبة وإدارة. الإدارة دورها تخطط طول الوقت وتعمل صفقات عشان أنا أروح لحلم الجماهير، والجماهير هنا بتساند، ودور أنا أخلق دوافع كل مباراة للعيبة وأحفز اللعيبة. أوضة اللبس دي اللي إحنا فيها دي، ما هي الديكور أوضة اللبس بجد على فكرة. وأوضة اللبس لما تدخله في أي نادي تلاقي اللاعب السبوره هنا واللعيبه قاعده يمين وشمال، والمدير الفني بيخلق حافز جوه اوضه اللبس، بيخلق دوافع، وازاي يتكلم يطلع 100% من اللاعب ده، وازاي يقرص على اللاعب ده يطلع منه الفيه 100%، وازاي اللاعب ده عنده نواقص يقومها. لكن ريلاكس، براحه، كالما، زي ما بيقول مانويل جوزيه، كالما. اما يلاقي واحد مستفز مش واقف على نار وعايز يجيب بطوله يروح باصص له، هو اللي يسخر منه المدرب، مش المدرب اللي يبقى كالما قاعد مستفز مش حاسس بجماهير النادي الزمالك. هي دي الحقيقه اللي انا شفتها، وما اعرفش اكذب ولا اعرف اجامل، لان هنا في جماهير تستحق اللي انت تبذل مجهود عشان، وفي جماهير تستحق اللي انت تموت نفسك عشان، خصوصا اللي عندك من اللعيبه، عندك من الامكانيات اللعيبه المحترمه، وعندك في وسط الملعب لعيبه كويسه جدا، وفي الدفاع لعيبه كويسه جدا، وفي الاطراف توظيف الجماعي. فمعناها ان ده في نسب كبيره جدا للمدرب.
انا النهارده لما احسم ازاي اخلي العلاقه ما بيني وما بين النادي اللي ابعت كل اول شهر عشان قبض؟ امال انت، ما اذا كان رب البيت بيدف في ضاربه، اذا كان المدير الفني، اصل دي مش سبوبه يا جماعه، ده احتراف. احيانا انت لما بتقعد لازم يبقى عندك، اما بقعد سنه واتنين واكسب بطولات والناس تعرفني وبمشي في الشارع وابقى حابب مصر، ما في حاجه بتخلق عاطفه زينا، ما بتبقاش كده عندك تبلد. فبالتالي اللي كل اول شهر الرساله الفلوس، يا اما هشتكي. طب عليا بايه بكل ده؟ هي دي رياضه؟ هو ده احتراف؟ ما هو هتقولوا لي ما هو الطبيعي يتسدد له فلوس، ما هو برضه المجلس مشي وبعد كده رجع، ورجع على وقف قيد. انا هي دي الحقيقه. فبيدعمك، وامير قعد معاك، واحمد مرتضى قعد معاك، وانت كنت خايف وطمنوك مره واثنين وثلاثه. ما خلاص، ايه الزومه اللي العلاقه ما بيني وما بينكم تبقى اداره النادي وتدريبي النادي المفروض اللي انا محترف معاه، اللي انا ابعت كل اول شهر رساله قبل القبض عشان كاتب في عقده كده عشان فبتكره كده الاداره فيك واللعيبه فيك والجماهير فيك. ما دي الحقيقه. وانا بقول لكم تابعوا اللي بيتابع وبيرصد في السوشيال ميديا كويس جدا ويتابع اراء الناس المحترمه اللي هي عاشقه بجد، هتلاقوا اللي فقدت شعبيه عند قطاع كبير من زملكاويه محترمين. هي دي الحقيقه. فعشان كده نادي الزمالك صبره، او اداره نادي الزمالك مجلس ادارته صبره، يعني بيبتدي خلاص بيفقد الرصيد مع المجلس عشان خايفين على الموسم. ولا في الدوري لما رجع لعيبه متالقه معاك في منتخب مصر تستغل النشوه دي، رحت مقعد، فبيتسع الفارق من تاني وتخسر مباراه في اداء متواضع، ثم بتروح لافريقيا بتقلب في التشكيل وبتلعب بطريقه مختلفه ومتعادل ماتشين. فهنا عايز تلحق الموسم كمجلس اداره، انا كمدير فني بتفكيري ده ولا هطول ده ولا هطول ده، وانا ادارتي او اداره النادي طول الوقت بتدور على مصلحه النادي ومصلحه جماهيره ومصلحه اعضائه. امال هو جاي ليه؟ جاي يبقى موظف يشوف الغلط ويسكت؟ في حاله استمرار الاداء السلبي وطريقه التفكير من المدير الفني عندنا من مصادرنا اللي مجلس الاداره تواصل مع الكابتن محمد حلمي بشكل ودي في الكواليس، ممكن ناس تنكر، ممكن ناس تقول ما فيش الكلام ده، بحيث اللي يبقى فيه حل سريع يبقى موجود لاعاده الانضباط داخل الفرقه، لاعاده النتائج المحترمه لفرقه نادي الزمالك، وعنده من اللاعبين اللي يقدروا يحققوا الكلام ده. في نقطه مهمه جدا عايز اشيد باللاعب وبالاداره، وهنا بتكلم على محمد ابو جبل. محمد ابو جبل فاضل له في عقده شهور ثم يقول سلام عليكم ويقدر يروح اي مكان فري، فمن حقه كمان يتفاوض من دلوقتي. اللاعب المحترم عشان ما يخسرش جماهير نادي الزمالك وعامل لهم الف حساب، على عكس لعيبه تانية مشيت خالص والجماهير كانت بتعشقها وتقعد تتغنى بيها في المدرج. عشان كده نصيحتنا دايما حب اللي يحب كيان ناديك، اعشق اللي يحترم التيشيرت، مش بالمباراة اجيب لك هدفين تقعد تتغنى وتخليه يروح طالب من ادارة ناديه ارقام هو لا يستحقها، لان النجومية استمرارية. النجومية مش اللي انت تلعب مباراة ويبتدي الناس تتغنى بيك تروح جاي نايم في الخط، النجومية اللي تجيب بطولة واثنين وثلاثة واربعة واخر حاجة تفكر فيها الفلوس. انا بتكلم ده اللي احنا اتعلمناه هنا. هتقولي الدنيا اتغيرت، لكن في قواعد ثابتة. قواعد ثابتة ان الاهلي كيان كبير والزمالك كيان كبير والاسماعيلي جماهيره محترمه والاتحاد نادي ليه تاريخ والمصري نادي جماهيري، في ثوابت عندنا. فالثوابت اللي كان البعض من حوالي 3 4 سنين عايز يكسرها، اللي يبقى الزمالك زيه زي اي نادي او الاهلي يبقى زيه زي اي نادي، ده مش صح. في اسبانيا كده، في انجلترا كده، في كل حته كده، في انديه قمه انديه بطولات ده طبيعي، وفي انديه وسط بتلاقي تاخد الدوري وترجع تاني، في انديه تعمل تبقى الحصان الاسود وبتعمل مفاجآت. فعايز ارجع لابو جبل ومجلس الاداره. فاللاعب قال لك انا مش عايز اخرج، انا عايز نادي الزمالك يستفيد. وان قال انا استفيد ونادي الزمالك يستفيد، عنده بعض العروض من الانديه السعوديه اللي فيه جديه بشكل كبير جدا من
النصر السعودي. فالنادي النصر السعودي يعني اكيد في الكواليس بيبقى في الكل بينكر على فكرة دلوقتي، بس في الكواليس بيبقى في كلام، بشوف انا اللاعب في امكانية تبقى معايا، فاللاعب ممكن بيبدي رغبة وماشي اوكي. فهنا الجميل في تفكير اللاعب لما مصادرنا تواصلوا معاه قال لي انا عايز نادي الزمالك يستفيد عشان لما اخلص قصة الاحتراف، وممكن نادي الزمالك كمان في الكواليس ممكن ده تفكيره اللي اللاعب يخرج ويستفيد منه ماديا، ولو عايز يكمل يعمل زي محمد عبد الشافي كده ما عمل، يروح راجع ماضي للنادي سنة كمان ويروح يخليه يكمل عشان اللاعب يبقى الطرف بيستفيد النادي واللاعب بيستفيد، وده اسمه الإخلاص في التعامل، وده اسمه احترام النادي اللي انا رغم ليه اللي ابو جابل مشي وراح سموح ورجع وبيعني بيلعب وقعد شويتين ودلوقتي عقده فري وليه حق اللي هو يمضي لاي حد، بس لما تلاقي عشان بيخاف على ناديه وبيحترم ناديه ويبقى عايز يعمل الكلام ده عمر الجماهير وما تنساه ابدا. اللي زي ده بيفضل في القلب، اللي بيعمل كده بيفضل العشق، بيفضل في التاريخ يقول لك فاكر لما اللاعب كذا ابو جبل عمل كذا، مش اللاعب اللي جري عشان الفلوس، مش زي بعض اللعيبه اللي بيتقال ارجعوا لعبد الشافي الجماهير بتعشقه، وراح اهلي جده وراح الدنيا كلها ورجع على ناديه بكل احترام وود. هي دي العلاقات، دي العلاقات اللي احنا بنحب نشوفها دايما. معانا مكالمه؟ طيب نروح لمستر كروش. ان شاء الله مستر كروش احنا قلنا في البدايه انتقدنا بشده وكان حقنا ننتقد كلنا كاعلام، كان في بعض الاخطاء وفي بعض الامور اللي شفناها فنيا ما كانتش عاجبانا، ده طبيعي جدا، بس الواضح اللي هو كان مذاكر شويتين وعارف الطريقه اللي هيقدر يروح بيها بالمكانه اللي كلنا شفناها. فالراجل اثبت اللي هو كان عنده حق، وكلنا قلنا الكلام ده في مباراه واثنين وثلاثه واربعه. الراجل ان شاء الله راجع بكره بعد اجازته، والاجازه كانت طويله واجلها كذا مره، فراجع بكره ان شاء الله. راجع ليه؟ علشان في اجتماع مهم جدا مع جمال علام يحطوا الرتوش الاخيره لمباراتي السنغال. المباراتين ان شاء الله 25 و29، 25 في استاد القاهره بحضور جماهيري كامل ان شاء الله، وكمان 29 في داكار بالسنغال. طيب هل الراجل في عناصر كتير جدا زي ما اتقال هتنضم وبتاع، والاخبار كانت بتخرج وبنقولها لحضراتكم، الوقت من وجهة نظري قليل جدا، فممكن تلاقوا محمد هاني، وده الكواليس الكلام اللي بيتقال، محمد هاني تألق مع النادي في كاس العالم الأندية ثم اكرم اتصاب في كاس الامم الافريقيه، فما عندوش غير عمر كمال. فهنا محمد هاني بعد ما تألق بقى فرصه اللي يبقى موجود في المنتخب كبيره جدا مع المجموعه اللي كانت موجوده، لان الراجل خلاص حفظ اللعيبه، هتلاقوا التغييرات في اضيق الحدود زي ما بيتقال، ده مهم جدا جدا جدا. كمان بكره في كلام مهم جدا لاستكمال الجلسه اللي انا قلت لحضراتكم، اللي كان في قرارات خرجت زي ما بفكر او بذكر حضراتكم تاني يوم الثلاث اللي فات، توجيه الشكر للكابتن شوقي غريب بجهازه، وده كان امر متوقع جدا وده كان طبيعي جدا 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 في ظل الضغط الجماهيري اللي كان موجود والضغط الاعلامي، واتحاد الكوره شاف من وجهه نظره اللي هو يحصل تغيير بشكل كبير جدا. ففي الجلسات دي قلنا اللي هي منعقده ومستمره، ففي جلسه بكره برضو ان شاء الله الساعه في الواحده ظهرا هيبقى موجود الاستاذ جمال علام بمجلسه بالكامل، هيجتمعوا على في نقاط بعض النقاط المهمه فيما تخص التحكيم. سمعنا الكابتن ياسر عبد الرؤوف جاي، والكابتن عصام عبد الفتاح هيقدم مشروع، ثم الكلام من الكواليس جاي لنا ان الكابتن عصام عبد الفتاح هيكمل. الكابتن عصام عبد الفتاح وبيعمل تعديلات ووضع تصور في الناس اللي هتبقى موجوده معاه. بعد رحيل عزب حجاج وجيه احمد، دول المساعدين والنائب بتوعه اللي مشيوا، فحط تصور جديد بناس جديده. خليني اقول لحضراتكم الاسماء معاه. بنتكلم في الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس للجنه، محمد فاروق نائب، تامر دوري
وتحسين ابو السادات، وفي مفاضله ما بين اتنين، شريف صلاح واحمد ابو العلم. اهم حاجه بالنسبه لنا اي حد يشتغل ما يدخلش حد في عمله، ولازم يبقى فيه تطور للتحكيم، قلنا كده مره واتنين وتلاته، ولازم تستغل الاخطاء اللي بتبقى موجوده، ويبقى فيه معسكرات، ويبقى فيه تطور. لان انت، انا نفسي ده لو تفكير الحكام هنخلص من حاجات كتير. بص لنفسك، بص لنجاحك، بص ازاي تبقى حكم دولي، اشتغل على نفسك ان انت تروح كاس عالم، اشتغل على نفسك ان ليه ما تحكمش في كاس الامم الافريقيه ويبقى فيه اكتر من حكم، الناس تقعد تحتار في الاختيارات. لما هتفكر كده هتلاقي النقد اقل، ولما هتفكر كده يبقى بتشتغل كويس، يبقى بتتعب، يبقى بتجهز نفسك، يبقى دماغك حاضر. وكمان من ضمن كواليسنا اللي كابتن عصام عبد الفتاح كلم الكابتن ياسر عبد الرؤوف اللي هو بقى موجود، وياسر عبد الرؤوف بعد لما اتقال له اللي انت ممكن تبقى رئيس، فبالتالي اعتذر بالشكل، مش هيقبل اللي هو بقى موجود عضو او اي حاجه. فبالتالي دي اللجنه اللي هتبقى موجوده، او دي الاسماء اللي موجود. عايز اتكلم كمان عن حاجه مهمه جدا في بدايه الحلقه النهارده، وعايز اتكلم عن نجمنا محمد صلاح. امبارح اتكلمنا على الهدف بتاعه، والهدف 150، والهدف ولا اروع، حاجه تشرف، حاجه تفرح، نجم بمعنى الكلمه. وفي كلام كتير جدا، وده اللي هيخليني افتح الباب. بس قبل ما افتح الباب ده عايز استعرض الاول، لان النقطه دي بالنسبه لي مهمه جدا جدا جدا. نروح نشوف الصحافه الانجليزيه، دايما محمد صلاح في اي مكان ناس بتركز معاه وبيقولوا عنه ايه، والكلام الايجابي دايما. عايز اقول لكم اللي كان فيه خبر على طول بعد المباراه، الاجراءات التجديد لمحمد صلاح هتبقى بيتكلموا في مصادر خرجت او وكالات خرجت قالت الكلام ده امبارح في انجلترا، ان اربع المبلغ اللي هو عايزه هيبقى فيه اربع سنين، وعايز 500,000 سنين، ربنا يا رب يزيده، ولاعب يستحق، اللي يعمل ده يبقى يستحق كل ده، هداف الدوري الانجليزي، ارقام 17 هدف، بتتكلم يعني راجل عامل اسيست بحوالي 57 اسيست، بنتكلم 150 هدف، ده في حته تانية، حته تانية. يعني انتوا فاهمين يا جماعه يعني ايه 233 ماتش تجيب 150 هدف؟ ومصري ابننا ونجمنا اللي مشرفنا ومشرف العرب ومشرف افريقيا كلها. طب خلينا نشوف، نستعرض الصحف قالت ايه. خلينا نروح الاول اكسبريس الانجليزيه، بتقول عن محمد صلاح، موجوده معانا يا جماعه، خلينا انا اترجم لحضراتكم على طول. 150 هدف ليست النهايه، وبتتغنى بمحمد صلاح، بيقول محمد صلاح يتواصل التسجيل والارقام القياسيه مع ليفربول. تليجراف البريطانية، علامة صلاح، المهاجم يصل إلى 150 هدف مع ليفربول بعد إحباط تهديد نوريتش في الأنفيلد. سكاي سبورت بتقول محمد صلاح يصل دي صحيفة كان اتكلم معاها نجمنا محمد صلاح، يصل لل 150 هدف مع ليفربول، ويؤكد أنه فخور باللعب لليفربول. دي الصحف تاني يوم بعد تألق محمد صلاح والهدف العالمي، وكل اهدافه للامانه عالميه. يعني احنا لو عندنا مسابقه تختار اجمل هدف لمحمد صلاح، والله كلنا هنحتار، اهدافه كلها متميزه، اهدافه كلها مختلفه. انتوا يا جماعه محمد صلاح اتفرجوا على الاهداف النهارده، اما تتابع من اول الدوري لغايه النهارده اهدافه كلها مهاريه للامانه. ومش سرعه، محمد كان الاول بيعتمد على السرعه، النهارده بقت الاهداف سرعه ومهاره، فبقى هنا تعرف اللي هو في تطور بشكل كبير جدا. في لعيبه ترجع من كاس الامم على سبيل المثال تلاقيها واقعه نفسيا، النهارده بيروح يسجل في دوري ابطال اوروبا، ثم بيرجع للدوري يسجل، راجل عارف بيعمل ايه. ربنا يا رب يحميه، ربنا يا رب يحفظه، ربنا يا رب يحفظه من اي اصابه، لان نجم كبير نحترمه وهو بيتكلم ونقدره وهو بيلعب. وده يعني انا بقول دايما ده مثال جيد او مثال محترم لكل العرب، ومثال محترم لكل افريقيا. ده علامة
العالم كله هيفضل يتكلم عنها سنين طويلة جدا جدا جدا. محمد صلاح ربنا يا رب يوفقك، ربنا يا رب تحافظ تبقى هداف الدوري وتحقق نجاحات اكتر واكتر واكتر، وانا على المستوى الانساني والشخصي الخير اللي انت بتعمله فده كرم من ربنا وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ودي رسالة اللي ربنا يكرمه. لازم يهتم بدور الاجتماعي والدور المجتمعي، ده مهم جدا، مش اللي انت تبقى عايش في دنيا منعزلة لوحدك. طيب كده خلصت اخبارنا، بس عايز اتكلم على نقطة كنت فتحتها، لان خليني استعرض شفتها في اليوم السابع النهاردة وانا جاي في الطريق، اللي فيه لاعب بيقول لك مش عارف كروش رشحه باصول المانية ومصري بيلعب مش عارف بروسيا دورتموند وعنده 23، يعني الراجل لما جم فتحوه في الموضوع قال لهم ده مش وقت التجربة. طيب انا بدل ما انا اروح ادور، انا 100 104 مليون، محمد صلاح ده ولا لعب بقى في اهلي ولا لعب في الزمالك عشان ما تقعدوش تتخانقوا، ده ابننا وده ابن عمنا وده ابن خالتنا. 102 مليون ولا 104 مليون، بنتكلم السنغال دولة 16 مليون نسمة. انا هعمل لكم حصر على فكرة بافريقيا كلها وتشوفوا الاعداد المحترفة قد ايه. ده مشروع لازم نشتغل عليه بدل ما نروح ندور على نديله الجنسيه ويقعد يتفزلك علينا اه ولا لا، او بدل ما نقول ده كويس ولا لا. ما عندنا الخامات اللي تخرج بره وتتالق، عندنا افتحوا اللعيبه الصغيره، افتحوا كفايه العقليات اللي هي بتدور على مكاسب صغيره. محمد صلاح براند، براند النهارده تسويق ارقام. انا والله عشان الناس ما تركزش لو اقول لكم حجم الارقام هتتخضوا، في لاعب تسويق اعلانات ارقام، مين هو عقليته طريقه تفكير. اما اجي النهارده عارف مكانته فين، عارف مين الشركه اللي اسمي بيعلى معاها ما تنزلش بيا. بصوا على السنغال الفريق بالاحتياطي بعامل غرف اللبس ببعض الجماهير دي حقيقه. تعال نروح للكاميرون الفريق بالعمال بالمحترفين، نيجيريا الفريق كله بالكامل ال 25 مقاعدين وفي 25 مش عارفين يجيبوه، المغرب انا ثلاثة يعني وما بيلعبوش، واللي جايبه مرموش واحد منهم، يعني ما حدش كان عايز يديله فرصة اساسا. ثلاثة نهزر واحنا 104 مليون؟ دي الامانة تقتضي اللي انا اقول كده لبلدي، بدل ما نروح ندور على واحد ما نعمل مشروع وننتظر 3 سنين ويلا طلع. ما تديش انديه اللي هي بتبالغ، ما تديش اللي يكتشف يطلع، يا يفتح لاين وتستغل اسماء لعيبتك. ميدو ده مش احترف، المفروض هو محترف. انا مش عايزه يزعل مني بجد والله، يعني زيدان ده مش احترف، كابتن هاني رمزي ما تاخد في ايدك 5 6 7 افتح لهم افاق بره انطلقوا. واتكلم لده محمد صلاح لازم يبقى ليك دور، اللاعب اللي انت شايفه يستحق تخرجه خرجه، ايه المانع؟ هتبقى حاجة ايجابية وانت انا عارف نواياك تبقى لصالح بلدك. اللاعب المصري فعلا صدقوني خامة كويسة، خامة ذكية، محتاجة بس لما يسافر يتعايش كويس، مش يرجع الحاجة تعمل له المحشي وصاحبه اللي هياخده على الكافيه واللي بالليل هياخده على النيل في مركب، وتقعد تسمع هنا شاكوش وهنا عمر كمال وهنا عباس حمودة. انت عايز ترجع عشان كده؟ ففي ناس رجعت عشان كده والله، انا بحكي الحقيقة اللي انا اعرفها. هتيجي تقولوا لي لا والدنيا، بالعكس احنا عندنا عادة سيئة، لما حد بينجح لازم لو حد نجح وطلع حد نجح يروح ده يشدد في دواره ونقلل منه، احنا ليه كده برضو؟ ده موجود. فبالتالي اتمنى نشتغل على مشروع ضخم اللي يبقى عندنا 50 لاعب محترف. المشروع ده كان عامله سيادة الوزير، بس للأسف عشان أروح لنجم لا ينسى أو نكرم فقرة التكريم، بنتعامل بالشوي في بعض الأسماء، بندي حاجات لناس ما تستحقهاش. الحاجات دي عشان تكتشف محتاجة مدربين بتعرق
وتعمل لها مرتبات محترم، يلف على مصر كلها من الصعيد في نجوم وبحري في نجوم، في كل حتة في نجوم. فلو اشتغلت على المشروع واللي يمسك المشروع ناس اهل ثقة، على فكرة في اسماء اسميهم مش بارزة قوي بس شطار، بس يقدر عينه كشاف عارف ده هيطلع منه ايه. فين دول؟ دول اخر ناس نفكر فيهم، مع ان هم دول اللي بينجحوا، هم دول اللي بيجيبوا لعيبه كويسه. روح لقطاعات الناشئين في الانديه، هات يا ابني الاسم ده حطه، هو مش فاهم حاجه، نتائج كلها وحشه كلها، وتجيب النجم ده تديله الفرقه دي، هو مش فاهم حاجه، مع ان لازم اللي يطلع الناشئ ده ويطور من الناشئ حد اكتسب خبرات كبيره. مش هاجي يقول لك كرمه اديله الناشئين، خلي الاسر تشوفه اللي هو نجم موجود وبتاع عشان نزود العدد. سكنوا الاماكن خصوصا في قطاعات الناشئين للناس الصح، مش يلا اي حد يروح في اي مكان ينجح ما ينجحش ما فيش حساب. ده كان كلام مهم جدا في بدايه الحلقه. خلونا نروح لفقره التكريم النهارده. معانا واحد في نجم لا ينسى، بنكرمه النهارده، اسم كبير من نجوم نادي الاتحاد السكندري، علامه من علامات الاسكندريه، تالق بشكل كبير جدا، دخل وسكن قلوب الاتحادويه وكمان سكن قلوب جماهير، زعيم الصغر الاتحاد السكندري كابتن الجارم. نروح نشوف، واتمنى الفقره تعجبه، واتمنى اللي يكون حاجه يعني تليق بالكابتن الجارم، الواحد من اللعيبة المتميزة واللعيبة المحترمة اللي أنا بنقدم له التكريم ده النهاردة، وبنقول له ما نقدرش ننساك أبدا، وبنعرف الأجيال الجديدة بيك. نروح نكرم الكابتن الجارم ونطلع فاصل، وبعدها استقبل نجم أوضة اللبس النهاردة وضيفنا اللي مشرفنا الكابتن أحمد مجدي. أسطورة زعيم الثغر التي نجحت في مراوغة الجميع داخل المستطيل الأخضر، وذلك خلال فترة السبعينات. قاد الاتحاد السكندري للتتويج بالبطولات الهامة بفضل إمكانياته البدنية العالية. هو أيضا أحد أفراد الجيل الذهبي لنادي الاتحاد السكندري. هو عبد الفتاح الجارم من مواليد المندرة في الأول من أكتوبر من عام 1953. كانت البداية عن طريق الكابتن فاروق أحمد علي الذي شاهده في ملعب المندرة وعرض عليه الانضمام للاتحاد، وبالفعل انتقل إلى زعيم الصغر في أهم صفقة مدوية في تاريخ النادي، وانضم لصفوف الناشئين وذاع صيته بعد أن صلى وجال وسجل ما يقرب من 30 هدف مع قطاع الناشئين، إلى أن تم تصعيده للفريق الأول وهو في عمر 17 عاما، حيث كانت المباراة الأولى أمام الأولمبي وسجل خلالها هدفا رائعا. لعب مع جيل العمالقة من الاتحاد شحتة ومخمر ويعقوب وبوبو، وقبلهم جيل فؤاد مرسي وأبازة، وبعدهم عمر ونور والإسناوي، وأيضا جيل العشري وعطاء وفتحي. أرقام وتاريخ ونجاحات رائعة شهدها فريق الاتحاد السكندري في ظل وجود نجم زعيم الثغر عبد الفتاح الجارم. وفي عامي 1980 و1981 حصل الاتحاد السكندري على المركز الثالث في
في ترتيب جدول الدوري الممتاز، ولا أحد ينسى هدفه الشهير الرائع في مرمى النادي الأهلي، وذلك في كأس مصر في المباراة النهائية بعدما سجل هدفه الشهير في مرمى الأهلي عام 1973، ونجح في الفريق بالتتويج ببطولة كأس مصر. خاض العديد من التجارب الاحترافية أبرزها في الإمارات، ونجح في مواصلة إبداعاته الكروية، ثم عاد من جديد لزعيم الثغر وأنقذ الفريق من بعض النتائج السلبية عقب عودته. ولا شك أن قطبي الأهلي والزمالك كان يرغبان في التعاقد مع موهبة الإسكندرية، إلا أنه رفض لارتباطه الشديد بقلعة زعيم الثغر. هو حقا حدوتة كروية صنعت مجدا يصعب تكراره بفضل موهبته العالية. أجاد وتألق في جميع المراكز التي شارك فيها مع الزمالك والمصري واليونان والعديد من الفرق التي انضم لها على مدار مشوار طويل في الملاعب المصرية والأوروبية. هو أحمد مجدي، لاعب وسط الزمالك الأسبق. مجدي بدأ حياته الكروية في صفوف الأهلي بقطاع الناشئين، واستمر في القطاع حتى عام 2005 قبل أن يخوض تجربة احتراف في بلاد الإغريق. تألقه مع منتخب الشباب في كأس العالم بهولندا 2005 فتح الطريق له لخوض التجربة الاحترافية الأبرز في مشواره مع نادي أتروميتوس اليوناني، وكان ضمن جيل قوي في منتخب الشباب يضم شيكابالا وحسام عاشور وغيرهم من النجوم البارزين وقتها. عقب الاحتراف في اليونان عاد إلى الزمالك ليبدأ مسيرة جديدة في مشواره الكروي، حيث شارك مع الزمالك لمدة 4 مواسم، نجح في كتابة اسمه بحروف من نور مع الزمالك والكرة المصرية خلالها، قبل أن ينتقل إلى عدة أندية مثل المصري والإسماعيلي وبتروجيت. اعتزل أحمد مجدي كرة القدم ليدخل بعدها مجال التدريب بقوة، حيث يشهد له الجميع بأنه سيكون أحد المواهب الشابة في مجال التدريب. أسئلة كتيرة ومحاور هامة يتحدث عنها أحمد مجدي اليوم مع الكابتن شادي محمد في أوضة اللبس. برحب بحضراتكم من جديد، ونواصل حوارنا في حلقة أوضة اللبس النهاردة مع ضيف متميز جدا، واحد من نجوم نادي الزمالك، وبنتكلم دايما على الاحترام والأخلاق. بصراحة أحمد مجدي من اللعيبة المحترمة جدا جدا، عشان كده النهاردة حابب أسمعه وأطمن عليه. أبو حميد تشادي، ازيك؟ وحشني كتير جدا والله، ومبسوط اللي أنا شفتك بقالي كتير ما شفتكش. دي حقيقة. وانت احنا والله في أوضة اللبس بقى مش عايزين يبقى فيه خجل، يبقى فيه كسوف. لا تلاش. طمني عليك، بتعمل ايه؟ والله بعد ما بطلت كورة سافرت انجلترا، خدت كورسات في التدريب، خدت الشهادة الأساسية والسي، وبدأت في نادي الزمالك في قطاع ناشئين. بدأت مساعد مع كابتن رفاعي وكابتن محمد حسن في فرقة 2000. بعد كده مسكت نادي سموحة فرقة 2003 مدير فني. بعد كده قعدت سنة ونص في بيراميدز، ولسه سايب الفرقة قريب يعني. ليه رحت للتدريب؟ والله بص، اللعيب التكتيكي شويه يعني، انا كنت لعيب تكتيكي على الناس ما بتذكر يعني، بيبقى فاهم الكوره اكتر من اللعيبه العاديه او اللعيب اللي هو بيلعب في مركز واحد. لعبت في مراكز كتيره، فعندي شغف ان انا اشتغل في التدريب، وحابب جدا موضوع التدريب، وما اكتفيتش ان انا كنت لعيب كوره ولعبت فتره كبيره جدا، لان انا متصعد وانا في النادي الاهلي مثلا عندي 16 سنه، فلعبت فترات كبيره جدا مع مدربين كتير، لكن اخترت ان انا ادرس واتعلم، لان دلوقتي الكوره علم، مش عندك موهبه وعندك كل حاجه، لكن حسيت نفسي في الحته الفنيه اكتر، وانا كمان حابب الموضوع، حابب جدا التحليل، وحابب اللي انا افهم التدريب وافهم المدربين بيشتغلوا ازاي والتكتكس وطرق اللعب والكلام ده كله، فعندي شغف، حابب الموضوع، مش بس ان انا واخده ان هو يبقى وظيفه بالنسبه لي، لا انا حابب الموضوع جدا، عشان كده دخلت اتجهت في التدريب يعني. اتكلمت من شويه على فكره اللي انت رحت وطورت من نفسك واخدت كورسات، رحت فين؟ رحت خدت الكورسات من الاتحاد الانجليزي. خدت اول شهادتين اللي هي الاساسيه والسي، وان شاء الله في شهر 6 اللي جاي هطلع اخد الويفا بي، ونص الويفا ايه ان شاء الله من ايرلندا بامر الله. هيفرق معاك هنا في التدريب في مصر؟ لا مش هتفرق كتير والله، بس انا بحب اتعلم. انا مستني فرصه يعني، انا خلاص خدت قرار ان انا مش همسك في قطاعات ناشئين تاني يعني، همسك حاجه ممكن درجه ثالثه، ما عنديش اي مشكله خالص، بس حاجه عندها طموح درجه ثانيه، لو مساعد مع حد في الدوري الممتاز. انا عندي 35 سنه، فمش حابب ان انا ابقى عليا مدرب شاب وانا عندي 50 سنه يعني، لا ممكن اشتغل سنتين ثلاثه في درجه تحت واخد خبرات واشتغل لنفسي واتعلم، لان انت في الاخر مدير فني هو اللي بيحط تكتكس، هو بيحط تدريب، فانا اتعلم واخد خبرات اكتر،
وفي نفس الوقت بعد كده اطلع لفوق. فانا عاوز مثلا ابقى في الدوري الممتاز وعندي 38 سنه 39 سنه، الله اعلم ده كله في الاخر نصيب، لكن طبعا كشهادات هي هتفرق معانا شخصيا بالظبط، لكن هتفرق في التدريب في مصر كانديه بتدور على حاجه زي دي لا، هي ما بتفرقش، هي بتفرق بالعلاقات للاسف. انا بشوف يعني اللي هي فرصه، وخلينا نتكلم في القواعد العامه. القواعد العامه على قد مجهودك وتعبك ربنا هيديك، دي حاجه ما فيش فيها نقاش، فاللي انت بتعمله اكيد هتحصده بعد ما هي كده. انا مستني الفرصه دي، الفرصه دي بالنسبه لي لو جت مش هينفع تضيع مني، لان الفرصه زي ما انت قلت هي الفرصه ربنا بيكرمك بحاجه وبتعدي، لانك انت متعلم وبتدرس وبتشوف وبتخش تدور على الجديد. مش هيمشي في مصر كل حاجه، لكن الحمد لله الواحد عنده اقتناع تام ان كل حاجه لها طريقتها. يعني انا مش ما عنديش اسلوب واحد في اللعب اللي انا اشتغل زي مثلا جوارديولا، لا عندي اشتغل 100,000 اسلوب حسب اللعيبه وحسب السيستم الموجود وحسب الملعب اللي انا عليه او بنلعب الفرق اللي بنلعب عليها. فعندي يعني ايه حريه شويه في اختيار السيستم بتاع الشغل والكلام ده كله. عشان كده انا بتفرج على اي حاجه في العالم، دوري انجليزي، دوري اسباني، دوري الماني، دوري ايطالي، اي سيستم يعني اي حاجه بتفرج عليها عشان اتعلم منها. طيب قبل ما اتكلم في الفنيات والاهلي والزمالك وانت راضي عن الاداء، في خصوصا في اخر 3 مباريات بعد عوده فريق نادي الزمالك او اللعيبه اللي هي تعتبر الدوليه مع نادي الزمالك، ثم النتائج، بنتكلم سموحه، ماتشين افريقيا، جماهير نادي الزمالك زعلانه. بس استاذنك الاول طبعا البقاء لله في الكابتن احمد مصطفى، واحد من رموز نادي الزمالك، كان العزاء بتاعه النهارده وحضر فيه نجوم كبار جدا. خليني اسمع برضو التعزيه منك ثم نروح نشوف. لا طبعا بقى لله في كابتن احمد مصطفى، اسطوره من اسطوره نادي الزمالك ورمز كبير لنادي الزمالك، وكل الناس بتشكر فيه، ممكن ما تعملش معاه لكن كل الناس بلا استثناء بتشكر فيه. فطبعا البقاء لله، وبنعزي كل اسره الكره المصريه ربنا يا رب ان شاء يصبر الله. اسرته. خلينا نروح نشوف تقرير عن الكابتن احمد مصطفى ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا اللي مشرفنا النهارده الكابتن احمد مجدي. اتفضل. كابتن احمد مصطفى، تاريخ كرة قدم مصرية وأدى الكثير والكثير لمصر ونادي الزمالك، ربنا يتغمده برحمته. يعني كابتن احمد مصطفى لي مواقف كتيرة جميلة ومحترمة، وسيبك ان هو ابو الاشبال، انما كان راجل ويدع وما بيخافش من حد، وكلمته واحدة ويعتمد عليه، وانا كنت جبته قبل كده مدير كورة، حاجة راقية يعني. كل الأجيال اللي أنت شايفها دي كلها طالعة من إيد، من تحت إيد كابتن أحمد صفر، الله يرحمه. طبعا كان إنسان عظيم كل الناس بتحبه، والدليل على كده العزاء اللي إحنا شايفينه، إنسان محترم يعني، محدش عمره ما اختلف على كابتن أحمد مصطفى. أنا عن نفسي كنت بحب أقعد وأستمع ليه في حاجات كتيرة جدا، وأخد من مشورته في حاجات كتيرة. ربنا يرحمه ويصبر كابتن حسام إن شاء الله. بقاء والدوام لله لأسرته وأولاده وأحفاده وأصحابه وأصدقائه وكل عيلته. الله يرحمه طبعا كان كابتننا بمثابة الأخ، بل والأب كمان بالنسبة لي أنا شخصيا وبالنسبة لكل النادي، لقب أبو الناشئين وحاجات كتيرة جدا. راجل نظيف جدا، محترم جدا، زملكاوي جدا، بيحب النادي جدا، الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. يعني بداياتنا في نادي الزمالك كان مرتبطه بيه، يعني هو اللي كان رئيس قطاع الناشئين ايام ما انا كنت ناشئ، فيعني وتدرجت في الموضوع وطلعت درجه اولى على ايديه، يعني مربينا يعني من ضمن الناس اللي الله يرحمه ويحسن اليه، وكان محب بشكل غير طبيعي لنادي الزمالك، حاجه يعني علمنا الحب والولاء لنادي الزمالك الحقيقه، فالله يرحمه ويحسن اليه. يعني صاحب فضل عليا طبعا، وصديق لوالدي طبعا الله يرحمه، وكانوا مع بعض على طول، الله يرحمه يعني طبعا رمز كبير طبعا، الله يرحمه ان شاء الله، وان شاء الله يبقى في حته كويسه باذن الله. كابتن احمد مصطفى ده والدنا كلنا. انا طبعا لما جيت نادي الزمالك سنه 90 فهو استقبلني، كان من الناس اللي استقبلتني رحمه الله عليه كده، ربنا يعني يرحمه برحمته الواسعه.
لله في وفاة النجم الكبير أبو الأجبال الكابتن أحمد مصطفى، ربنا يا رب يغفر له ويرحمه ويصبر أسرته بالكامل. نجم كبير، شايفين نجوم كلهم، سيادة الوزير موجود في العزاء بتاعه، وزي ما انت قلت يعني سيرته الطيبة هي اللي موجودة ما بيننا، دي حقيقة يعني. طيب نروح للكورة، عامل لك اختبارات النهاردة، مش انت اخدت سافرت بقى واخدت كورسات أي حاجة معاك ايه رأيك الخلل فين لأداء نادي الزمالك؟ ايه السبب؟ المدير الفني، اللعيبة، الخلل فين؟ انا شايف الاثنين يتحملوا يعني. المدير الفني طبعا رقم واحد، وفي الاخر بص يا كابتن شادي خلينا انا يعني نتفق ان احنا المدير الفني هو رقم واحد بيشيل كل حاجه في المكسب والخساره، وبالذات في الخساره دايما المدير الفني هي افكار، هو عنده فكره بيحاول ينفذها، نجحت بتلاقيه اترفع في السماء، فشلت بتلاقيه نزل في الارض. فانا شايف ان الزمالك اللي فيه ده حتى وقتنا هذا من توابع مباراه كاس الرابطه يعني ده من توابع مباراه كاس الرابطه، قله الثقه وقله المكسب دي بتوزي حتى كبيره جدا، ولك حتى مع رجوع اللعبة الدوليه هو كله بيتاثر، كله بيتاثر. خلينا نتكلم مثلا في ماتش بترو اتلتيكو الاول، الزمالك مسك الكوره واستحوذ وضيع فرص كتير جدا، لكن مع احترامي اللعيبه الكبيره اللي موجوده في نادي الزمالك والنادي الاهلي هي لعيبه بتدفع فلوس عشان كواليتي الفينش النهاء. النهارده مهما المدرب اشتغل على التكتيك ووصل للجون، في الاخر لو ما حطيتش الكوره جون المواضيع مختلفة. صح. انت في الاخر بكورتين مرتدتين بترو اتلتيكو عارف يجيب جونين، ممكن من جون اوف سايت، ودي برضو حاجة غريبة جدا، الفار مش موجود في دوري المجموعات، ودي غريبة انا مش عارف برضو حتى وقتنا ليه، لكن الزمالك عرف يرجع وعرف يتعادل. وخلي بالك دي تالت سنة على التوالي الزمالك يبدأ فيها بداية سيئة في دوري المجموعات، يعني ما بيكسبش اخر تلات مرات ما بيكسبش. رجعت ماتش سموحة 9 لعيبه متغيرين في التشكيل، ودي ما بتحصلش كتير. بص امبارح ليفربول مغير 7 في التشكيل، مغلوب 1-0، بدا يرجع في يشتغل زي ما كان شغال، نزل بس طبعا مع فرق كواليتي عرف يكسب 3-1. النهارده 9 لعيبه متغيرين في الفرقه، ده كتير جدا. ممكن يقول لك عندي افريقيا، وممكن حاجه يقول لك ممكن عاوز امشي الشوط الاولاني. بيقول لك في مشكله، اللي انت اوريدي عندك نواقص، اللي انت ما عملت الصفقات، انت فاهم قصدي، وخرج من عندك لعيبه مش عارف تقايل. انت خلي بالك كمان اللعيبه الاساسيه عندها فوارق مع اللعيبه الصف الثاني كبيره كبيره جدا كمان. صح. فانت ما تيجي تريح اللعيبه الكبيره. انا معلش النهارده مين اللي لعب في بطوله افريقيا كامله؟ الونش وفتوح. الباقي كله لعب اوقات، محمود علاء لعب فتره صغيره، حتى احمد سيزيو كان بينزل بس بينزل اوقات قليله. فانا ما كنتش شايف ان وقت الراحه، انا ممكن اعمل ايه يا كابتن شادي؟ ممكن ابدا باللعيبه الاساسيه بتاعتي واخلص الماتش من بدري، اخلص الماتش العب مثلا شوط وربع اخلص فيهم الماتش، وبعد كده اغير اللعيبه الاساسيه. أنا المدرسه بتاعتي هي اللي انت بتقول، اخلص ثم اريح، مش اقعد اتزنق وبعد كده اروح. كان فكره ايه؟ عاوز يمشي الشوط الاولاني يطلع 0-0 ويبدا ينزل اللعيبه الاساسيه بتاعته، ان هو يبدا يشتغل بقى ويجيب اجوان. فتح الملعب وجاله 3 فرص بتوع 2 لسيسي واحده لشيكابالا، ما عرفش يخلصهم. وخلي بالك احمد سامي عنده ميزه وسموحه احسن فرقه بتعمل تحولات هجوميه في الدوري، سريعه جدا جدا جدا. فانت جبت اصطاده هو اصطادك، اما فتحت الملعب بدا يشتغل على المرتدات، جاب جونين من المرتدات بتاعتك، وانت في نفس الوقت ما عرفتش تفنش الفرص اللي جات لك. هي كده الكوره، هتعاقبك. عديت ماتش سموحه، رحت السجراده، المفروض يبقى في رد فعل اقوى من كده. برضو التشكيل في حاجات غريبه، نضر بن شرقي قاعد، لاعب رزاق سيسي، لاعب شيكابالا على الطرف، غير طريقه اللعب 3-4-3. طب غير 3-4-3 مفيش مشكله، بس كل حاجه لها ثواب بتاعتها، بس تتنفس صح، بس كل حاجه لها ثواب بتاعتها. انا النهارده لما الاقي واحد زي شيكابالا فاتح الملعب، والاقي رزاق سيسي فاتح الملعب، والباكين اصلا ما بيطلعوش، لان انت خلي بالك اهم ثابت من الثلاثه اللي يلعبوا ورا او الخمسه اللي بيلعبوا ان الباكين يبقوا طايرين. اي 4-3-3 بتعتمد على ايه؟ الباكين يطلعوا ويزقوا مع الهافين، يخشوا عمق الملعب، بيزيدوا في وسط الملعب، يخشوا عمق الملعب، يبقى على الاقل بتهاجم بست لعيبه مع الديفندر اللي برافو عليك، يبقى ليك شكل هجوم وبترحل في الحته اللي هي فيها الكوره. النهارده الشوط الاول مثلا شفتش فتوح ولا مره قدام، المسلوسي ولا مره قدام، شيكابالا ورزاسي فاتحين الملعب. خلي بالك هو في خطا كارثي اللي انت النهارده، خلينا نشرح كده على البورد بسرعه اللي بنتكلم. محمد عبد المنعم هنا هو حب يلعبه زي حمدي فتح، فهو واقف هنا طول المباراه كانه بيلعب في خطه اتحولت لخمسه. تلعب بالظبط كده، انت كنت الشوط الاولاني بتلعب كده، الهافين بتوعك فاتحين الملعب بالظبط ماشي، انت خمسه هم والديفندرين بتوعك كده، انت اصلا اوريدي الاثنين دول قافلين على الاثنين دول. انت المفروض طبيعي في 3-4-3 ده بيخش جوه الملعب، ده بيخش جوه الملعب، وده بيخرج. برافو عليك. وده بيخرج على الاقل يبقى عندك الحته اللي فيه زحمه في وسط الملعب، في زحمه في وسط الملعب، وفي نفس الوقت الكوره اتقطعت هنا، انا بروح مع السيد باك ده وبغطي وبقينا بنلعب باربعه ورا. سهله. بس في الاخر انت لما تيجي تغير طريقه اللعب في وسط الموسم وفي وقت بينه الماتشين حوالي 3-4 ايام، ده برضه مشكله.
الشوط الثاني فقت شويه لما فتوح بدا يطلع، النهارده بسوسي بدا يطلع لقدام، لكن في الاخر المشكله الزمالك الازليه وانا وباللعيبه الاساسيه وغير الاساسيه ان الزمالك دايما الاربعه اللي قدام على طول لفوق ما بيرجعوش ما بيدافعوش مع الفرقه مع السته الباقيين، فالزمالك اتقلب في الاخر سبعه ضد ثلاثه، يعني سبعه ورا واقفين وثلاثه، ففي مساحات كبرت جدا في وسط الملعب وبدا سجراده يروح على الجون ويعمل لك خطوره، فانت في الاخر مع احترام لسجراده انت الزمالك ما ينفعش يطلع الماتش ده متعادل، ما ينفعش. انت برده كزمالك رد فعل اللعيبه والمدير الفني، انت النهارده رايح النهارده ماتشين تعادل ورايح للوداد، الوداد في المغرب هيبقى ماتش رخم جدا، فانت بتحط نفسك تحت ضغوط انت مش محتاجها، انت ممكن خلاص بيترو اتلتيكو عدى، لكن سجراده ده على الاقل اكسب 1-0 ارجع ب 3 بونت معايا 4 بونت بقيت زي اول المجموعه. وانا قلت بيترو اتلتيكو فرقه رخمه في ارضها، فرقه رخمه جدا في ارضها، هتتعبك جدا في ارضها، كسبوا الوداد في ارضهم 2-1 ومع الرقفه، فانت في الاخر حطيت نفسك تحت ضغط انت مش محتاجه، وحط ضغط المدير الفني على اللعيبه على اداره النادي على كل الناس اللي انت. طب خلينا اقول لك كده بسرعه وتقول لي الاسباب، واحد تغيير طريقه اللعب ومن غير ما الفرقه تتدرب عليها ده غلط، التشكيله دايما في اخر ثلاث مباريات وده غلط، مش متعايش مع الفرقه بشكل كبير جدا، في توتر ما بينه ما بين مجلس الاداره، ولا مش مركز خالص في الفرقه، اللي انا بقوله ده صح ولا انت شايف حاجه تانية؟ انا شايف يعني سبب الماتش اللي فات ده تغيير طريقه اللعب في وقت من الاوقات، مهما كان اللعيب كبير او اللعيب تكتيكيا قوي لازم يتمرن عليه على الاقل يعني فتره، لان انت بتغير شكل ملعب تماما، ولو ما تنفذش يبقى كانك انت ما غيرتش حاجه. حتى لما تيجي يا كابتن شادي اتفرجت على كواليتي اللعيبه بتاعت سجراده الشوط الاولاني ما بيوصلش الجون، طب ما تغير ليه؟ لا اصل معلش مع احترام الزمالك والاهلي والفرق الكبيره لازم اكون انا فعل مش رد فعل حتى لو بلعب بره، انا النهارده شفت الفرقه كواليتي ما بيوصلش للجون، ما عندهمش كواليتي فينش كويس، حرص زياده قبل اللزوم، يبقى انا اخش الشوط الثاني احول 4-3-3 او 4-2-3-1 وابدا اهاجم وابدا اشتغل وابدا اجيب جون، لكن كواليتي اللعيبه بتاعت سجراده مع احترامي ليهم ما ينفعش اصلا يروحوا للجون اللي عند نادي الزمالك ويشوطوا ويضيعوا، كنت ممكن تتخطف جون في اي وقت من الاوقات. فانا من وجهه نظري ان الراجل مش مركز، من وجهه نظري الشخصيه ان الراجل مش مركز. ليه مش مركز؟ معرفش يعني ايه السبب، الله اعلم، هل عنده مشكله مع مجلس الاداره، الله اعلم ايه الوضع، لكن انت خلاك في خطر، انت في خطر لو حصل حاجه الماتش الجاي في ماتش الوداد انت بنسبه كبيره هتبقى ممكن بره المجموعه. فلازم ماتش الوداد ده انت حطيت نفسك تحت ضغط لازم تحله ولم تطلع منه بماتشين اتلتيكو بيترو اتلتيكو وماتش بتاع سجراد. دي حقيقه، متفق معاك 100%. الكابتن ابراهيم سعيد فاجئني امبارح بجمله مهمه جدا، قال لي على مسؤوليتي في لعيبه لا تستحق تلعب في نادي الزمالك. انت مع وجهه نظره دي ولا لا؟ انا شايف ان في فرق كواليتي كبير قوي بين الصف الاول والثاني. مين على سبيل المثال؟ مش انا ما بحبش اقول اسماء لان الناس دي لعبت معايا وانا اعرفه يعني ليا معرفه شخصيه بيهم، فما مش عاوز اذكر اسماء، لكن الصف الاول ممكن تتكلم مثلا في 13 14 لعيب هم دول اللي المفروض يقعدوا، والباقي كله اول السنه في فروق كبيره شاسعه في الاداء. وانت خلي بالك يعني برضو من الاسباب اللي هو غير طريقه اللعب، انا متاكد ان طارق حمدي مش موجود، طارق عامل فرق كبير في وسط الملعب. دي حقيقه. وبرضو النهارده بتلعب امام واوباما ولا واحد بيلعب فيهم سته. ولا واحد بيلعب فيهم سته، انا كان عندي انا لو انا كنت احط واحد من السدباكين احطه قدامه صريح، احط عبد الغني ممكن يلعبها، يحطه ديفندر والعب امام جنبه، اسيب واحد يدافع. اقول لك الحقيقه احنا بنتكلم امبارح لولا، وقلنا كده امبارح لولا ابو جبل كانت هتبقى مشكله كبيره جدا. ده انت خد بقى كمان ان الكواليتي كمان مش كويس بتاع سجراده، لو رحت لعبت فرقه زي الوداد بالمنظر ده ما انا برافو عليك، هي دي النقطه اللي كنت بقولها، هتفتح الدنيا تلاقي الدنيا مفتوحه هنا. ليه؟ علشان انت قلت خلصت الموضوع، انت حاطط اتنين في وسط الملعب اساسا بالميول الهجوميه عندهم اكتر من الدفاعيه، فبالتالي اخرهم ايه؟ هيتحرك يمين وشمال وهيطلع لك باص سليم مثلا، وهيسدد على المرمى من بره قوي، وفي نفس الوقت فتح الهافين لبره، طب ما انت هتلاقي جاب كبير جدا في المساحات اللي بالعرض دي. ابو حميد في عرف الكوره اللي دافع كويس يكسب طبعا، مهما كان عندك امكانيات في الهجوم طول ما هتدافع غلط. هو ايه وصلنا في كاس الامم الافريقيه الاخيره للمباراه النهائيه؟ دافع كويس، مفيش اخطاء دفاعيه لا تذكر الاخطاء الدفاعيه، فانت اخطاء دفاعيه بالجمله، تمركزات خاطئه وسط الملعب انت بتفتقده من قبل ما تبتدي. ليه؟ علشان الحرص الزياده، لازم اثق اللي انا النادي ده خايف مني اللي بلعبه وعندي امكانيات من اللعيبه. انا عندك كواليتي كبير كمان ان انت تقدر تنزل تهاجم اي فرقه بره ارضها، بره ارضك انت اوريدي تقدر تنزل تهاجم اي فرقه.
ممكن اخد يا كابتن شادي ريسك الربع ساعه الاولانيه تلت ساعه نص ساعه بقى اخرج لكن مش هاخد شوط وربع عقبال ما انا ابدا اخرج واعمل هجمات وابقى عامل عندي خطوره. حاجه تانية ما استغلهاش الزمالك، انت جالك حوالي مثلا بتتكلم في 20 كره ثابته، كل الكور الثابته انت الزمالك ما استغلهاش، ما حطش جوان بيها. وده انت النهارده مانشستر يونايتد النهارده بعد 150 كورنر بدا يجيب جون اول جون، دي كارثه من كوارث الكوره الحديثه. انت النهارده في يعني في حاجات للكور الثابته، النهارده ليفربول لو ماتش مقفول بيخلصوا بايه؟ كره ثابته. انت النهارده لازم تشتغل على الحاجات دي، والحاجات دي كلها ممكن ماتش مقفول وبالنسبه لك كره ثابته زي دي تخلصها. خلي بالك الوداد وكره شمال افريقيا دول رقم واحد في بتتميز بالكرات الثابته، تونس والمغرب والجزائر والفرق دي حقيقة. كلها دي حقيقه. الزمالك هيقدر يخرج من الموقف الصعب ده بامانه؟ يقدر باللعيبه اللي موجوده يقدر، ولو الراجل ركز يقدر، لان خلي بالك هي فرصه اعتقد اخيره لانك عندك ماتش بترو اتلتيكو صعب هناك، بعد كده هيجي لعبك الوداد في القاهره هيبقى ماتش برضه رخم، فانت لازم تخلص الماتش من بدري يبقى عندك 5 بونت، يبقى انت في الامان، بقى تحط نفسك في الامان. لكن اعتقد تعادل، انا بقول على الاقل لو انت جبت تعادل وكسبت 3 بونت رحت ل 6 بونت حلو بقى، فاهم؟ ما انت بقى ما هو المشكله يا كابتن شادي انت كل ماتش بيعدي بتفقد ثقه، تفقد موضوع المكسب. انت النهارده الزمالك خسران تمام من اول 2022 4 ماتشات حاجه كده، فده رقم كبير، فانت عاوز ثقه عشان تبدا ترجعه، والثقه دي هتجيلك في ماتش بره ارضك مع فرقه زي الوداد اللي هي صح. تاني المجموعه يا طب تعرف لو كنت كسبت وكنت قادر، لو كسبت المباراه ماتش دي ماتش فات كنت انت اول المجموعه مع بترو اتلتيكو، فانت عشان كده بقول لك انت حطيت نفسك تحت ضغط انت مش محتاجه. مش وقته. احمد ايه رايك في المحترفين بتوع نادي الزمالك؟ طبعا بن شرقي لعيب كبير جدا، هو مش ممكن الفتره دي مش مركز، لكن اعتقد مجلس اداره الزمالك هيجدد له، واعتقد لو خلي بالك برضه يا كابتن شادي اللعيب المحترف، وانت اكيد عشت مع محترفين، هو رقم واحد عنده الاستقرار بتاعه المادي رقم واحد، ما فكرش غير في الفلوس هياخدها ازاي، هياخدها امتى، في مجلس اداره مستقر ولا لا. فاعتقد مع وجود مستشار مرتضى منصور الدنيا هتستقر، يقدر يجدد له وهو هيبقى واثق فيه، قاعد 4 سنين فمستقر نفسيا ان مفيش مشاكل في الجزء المادي. انا عايز اقول لك لما مفيش من ايام قليله صرفوا لهم كل فلوسهم. انا بقول لك يعني مفيش حاجه انت قصدي يعني مفيش حاجه انت مقصر فيها كمجلس اداره عشان يبقى الوضع بالمنظر ده. عندك مين تاني؟ عندك سيسي مع الوقت هياخد يعني مع الوقت هيجي، لكن برضو اللعيبه بالذات اللي راجع من اصابه كبيره ما ينفعش احطه كل ماتش في ماتش تحت ضغط، لازم اديله ربع في تلت ربع في تلت ربع في تلت او يحطه في لقطه المباراه يجيب جون يتحرك يشتغل وبتاع، لان خلي بالك طول ما هو في النتائج السيئه والصعبه وانت من الاصابه ما عندكش ثقه في نفسك هتبدا تبقى اوحش واوحش واوحش، فدي برضو سنس لازم المدرب يتعامل بيه. طيب عايز اسالك عن حاجه مثلا، خليني اقول لك على اوناجم او الجزيري. اوناجم انا شايف ان هو حتى وقتنا هذا ما قدمش المردود اللي هو يخليه محترف نادي الزمالك، لو لعيب محلي اقول لك ماشي، لكن لعيب محترف بياخد رقم بالدولار وعندك اللعيب اللي موجود مكانه احسن منه بمراحل اللي هو احمد سيد زيزو، فاعتقد ان نجم ممكن خلي بالك برضه يا كابتن شادي اللعيب المحترف ده يا تجيبه احسن من اللي عندك ما تجيبوش احسن. قلنا كده كتير لكل الانديه، لان انت بتدفع بالدولار وبتدفع رقم كبير مش صغير، بالمصري هيطلع رقم كبير، فانا لو هو مش احسن من اللي عندي لا، يعني بن شرقي مختلف تماما عن المجموعه او عن الكواليتي الموجود في الدوري المصري، فده على جنب. النهارده مسلوسي قدم لك جزء في الموسم الاخير اللي هو اللي فات في اخر الموسم، وبعد كده السنه دي هو اقول لك احسن وقت كان ليه هو السنه اللي فاتت في نهايه السيزون، السنه اللي فاتت يعني وقف على رجله بدنيا كويس جدا وراح المنتخب وبدا يلعب في المنتخب، النهارده راجع من المنتخب في بدروب كبير جدا وحازم مصاب، فانت برضو عندك مشكله في الحته دي. وبعدين انت حتى اما تعبت ثلاثه انت عاوز واحد باك زي فتوح كده يطير يشتغل ما يبقاش يدافع ويدافع ومستني تحت، فانت برضو ده في مشكله. مين تاني؟ هم الجزيري. الجزيري برضو السنه اللي فاتت كان احسن بكتير من السنه دي. خلي بالك برضو الحاله العامه للفرقه مش حلوه، يعني حاسس ان الحاله العامه مش حلوه، انت عارف لما الفرقه كلها تبقى مع بعضها وفي كده عارف هم عاوزين من جوه الدنيا بتختلف تماما، فانا حاسس ان الدنيا والله بص انت قلت جمله وده واجبي تجاه نادي الزمالك اقوله، انت قلت الحاله العامه مش حلوه، الاستقرار الاداري انت جاء الوقت ما اللعيبه ما بقتش تقبض، اللجنه لجنتين جم ثم بيرجع المجلس اللي كان شغال وهو اللي جاب الفرقه، فتبتدي لما كنت شغال على امور انت فاهمها على عكس ما تيجي تشوف امور جديده تصلح فيها،
بياخد وقت وبينعكس. ونادي الزمالك للاسف استلام النادي برضه خلي بالك ده في مشاكل كبيره يعني. استلام النادي نفسه المجلس الاداره الجديد استلم نادي ما فيش فلوس، ما الدنيا فيه فلوس على اللعيبه كتير موجوده للعيبه والالعاب الثانيه و100 الف حاجه لو كميه غرامات وغرامات كبيره جدا من الاتحاد الدولي عاوزه تدفع عشان ما يوقفش القيد الثاني. فالله يكون في عونهم يعني شغل كبير جدا، لكن في الاخر هم عارفين التركه اللي هم جايين عليها. وبرضه خلي بالك المود العام بتاع جمهور الزمالك هو الفرقه الكوره يعني لازم الاصفهام قصدي يعني انت ما السله طبعا هايلين واليد وكل والطايره وكل الالعاب، لكن الكوره في الاخر هي المود العام بتاع جمهور الزمالك. طيب هنروح للنادي الاهلي واسمع رايك في النادي الاهلي، بس استاذنك نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مع نجمنا النهارده الكابتن احمد مجدي. برحب بحضراتكم من جديد ونواصل حوارنا مع نجمنا الكابتن احمد مجدي. ابو حميد الاهلي شفت مباراه الهلال السوداني الاخيره؟ شفتها. ايه رايك في الاداء؟ والله بص بغض النظر عن الاجواء والحر والرطوبه، بس الاهلي لا ما حسيت الاهلي مستسلم للمباراه يعني وعاوز الماتش يطلع 0-0 قدام الهلال. الهلال فرقه لحد ما ولا قويه قوي ولا ضعيفه. الاهلي كان ممكن يدوس شويه وكان ممكن يجيب جون، لكن في الاخر هو كان اعتقد ان هو كان راضي بالتعادل يعني او عاوز يطلع بالتعادل. مشواره في كاس العالم للانديه في البدايه وانا قلت كده في البرنامج كان ممكن بشويه تركيز وشويه اصرار خصوصا في المباراه الثانيه كان ممكن نشوف النادي الاهلي في النهائي. والله يا كابتن زي ما قلت لك هو المدرب فكره، هو اشتغل كويس قوي في ماتش مونتيري ومن الناس كلها كان مش ما كانش اي ضغط ما كانش اي ضغط تماما، واشتغل بطريقه لعب كويسه جدا ودرس كويس قوي مونتيري واشتغل وكان ممكن يكسب 3-4 مستريح. بالميراس احترمه زياده عن اللزوم، وقت ما احترمه زياده عن اللزوم خد منه وقت كبير، خد منه شوط كامل يعتبر. وانت بتشتغل مع بالميراس نزل احترمته زياده عن اللزوم جدا وعرف يجيب لك يجيب في الجونين وانت ما عرفش تجيب اجوان. ففي الاخر هو ده انا من وجهه نظري هو ده الخطا اللي وقع فيه موسيماني، اللي هو ما عرفش يدي بالميراس يعني الاحترام المناسب، احترامه زياده عن اللزوم. ماتش الهلال نزل ركب الماتش من اول دقيقه وضغط عالي، وخلي بالك ما كانش في حد متوقع تماما ان موسيماني ممكن يعمل ضغط عالي على على الهلال السعودي. المدرب فكرة بالظبط، هي فكره مش هو قال لك ايه وفي المباريات الكبيره بيبقى مركز تركيز مش طبيعي، عنده وقت في التحضير. خلي بالك لان ماتش كل ماتش تحضيره طبعا. انا من وجهه نظري تحضير الماتش هو 40% من مكسبه. يعني في اوقات لو انت نازل على عماك ممكن تتخطب يعني انا من وجهه نظري الهلال السعودي ما كانش دارس النادي الاهلي، ما كانش نزع عماه، شايف النادي الاهلي سهل والدنيا وبتاع، وحتى الاداء اللعيبه ذكر المباراه الاخيره لكن ما ذكرش الاهلي بشكل عام. وخلي بالك كان عنده برضه يوم اقل في التحضير من الاهلي. فواضح ان الهلال ما درسش الاهلي، الاهلي درسه كويس وضغط ضغط عالي وده ما كانش حد متوقعه، حتى نفسه اعتقد مدرب الهلال نفسه عمره ما كان متوقع. اقول لك انت بتتكلم مظبوط 100%، ليه؟ انعكس على اللعيبه ابتدت لما النادي الاهلي ابتدى في الاول عمال انه بيضغط جامد راحوا ابتدوا يتعصبوا ومش عارف يطلعوا كمان، الطرد بقى شغال بقى في عصبيه كبيره جدا حتى في الكرات المشتركه في تهور. ما هو انت بص يا كابتن شادي عشان تكسب فرقه قويه تاخد منها اللي بتحبه، والاهلي خد منها الاستحواذ بخليه يجري ورا الكوره، ودي أسوأ حاجه لاي فرقه بتشتغل على الاستحواذ. اي فرقه في العالم قويه في الاستحواذ خد منها الاستحواذ، هتلاقيها بتجري ورا الكوره مساحتها توسع، مش واخد على الكلام ده، عاوزها واخد على الكوره بتلعب الكوره وبتتحرك وبتشتغل وبتدور الكوره وانت اللي معاك الكوره وانت اللي مستريح والفرقه اللي قدامك بتجري. الاهلي عمل فيها العكس، جاب جون في الاول ربع ساعه واطرد منهم لعيب وجاب الثاني وكان ممكن يطلع برقم اكبر بكتير. دي حقيقة. فلكن اما تيجي تبص على الوهله الاولى النادي الاهلي وانت مسافر الناس كلها قالت النادي الاهلي هيخرج من اول ماتش من مونتيري لان اللعيبه اللي كانت ناقصه وكام، لكن في الاخر ادى بطوله هايله وكان انا وكان وجهه نظري كان ممكن يوصل للنهائي بسهوله. دي حقيقه. طيب هروح للنادي المصري وبيراميدز، نتائج طيبه النهارده. اتفرجت على ماتشين، بيراميدز عمل ماتش هايل زناكو في هناك في ارضه 2-0 وكان ممكن كمان يخلص 3-4، لكن يعني راجل ماشي اول الدوري وفي نفس الوقت اول مجموعه بتاعته في الكونفدراليه. المصري برده عمل ماتش القطن الكاميروني هناك كان مستحوذ كتير جدا على المباراه، لكن في الاخر برده كان عاوز يطلع بالتعادل. النهارده مازيمبي الشوط الثاني عمل شوط هايل كسب 2-0 ومع الرقفه. فاعتقد ان المصري تركيزه اكبر على الـ على الـ على الكونفدراليه. ممكن يخسر نقط في الدوري وده طبيعي لان انت برضو خلي بالك الاهلي زمالك بيراميدز عندهم كواليتي لعيبه وعندهم فلوس فبيقدروا يجيبوا لعيبه. لو ما لعبش النهارده في افريقيا يلعب في الدوري، لكن المصري عنده هتلاقي 14 15 لعيب فلازم غصب عنه يتنازل عن بطوله يعني يتنازل عن بطوله يبقى ممكن يخسر فيها. قلت جمله جميله جدا وانت بتتكلم من شويه على فكره ان المدير الفني فكره، لما اتبع كابتن ايهاب جلال مع بدايه مشواره مع بيراميدز
هو فكر بصراحة طبعا، لأن بيقدر يجيب انتصار من بره، واللي عايز يكسب واللي عايز يبقى مرعب للفرق يكسب بره أرضه، مش أكسب هنا وأخرج بره أخسر، ده طبيعي الفرق كلها بتعمل كده. لأنك لكن بيجيب انتصار من بره. كابتن شادي كمان ماتش من الماتشات تبقى أنت بره المود أو بره السيستم بتاع اللعب، يعني ممكن تلاقي تخسر في أرضك. فالماتشات اللي بره أرضك كنت تكسبها بتديك ثقة نفس، يعني لو حتى راح منك ماتش أنت كسبان بره. لأن أي فرقة بتروح تدور على إيه؟ بتدور على مكسب جوه أرضك والتعادل بره ارضك، يبقى انت كده صعدت وانت حاطط رجل على رجلك. لما تكسب بره ارضك كمان انت عندك اريحيه، اللي انت لو ممكن ماتش من ماتشات تلعب اللعيبه الصف الثاني وتركز في الدوري وهكذا. فعشان وبرده في نفس الوقت المدرب فكره وتوفيق، توفيق لو بعيد عنك مهما كانت افكارك كويسه مش عارف تنفذها. وفي نفس الوقت تكون اللعيبه فاهماها لان صح. وانت فاهمها، لان خلي بالك انت النهارده العالم كله عاوز يبقى جوارديولا. طب يا عم ورينا هتبقى جوارديولا ازاي؟ هو عارف كويس قوي الحاجات دي بتشتغلها ازاي وانهي سيستم لعيبه، السيستم لعيبه وانهي كواليتي لعيبه يشتغلها. لكن ما ينفعش مثلا النهارده عندي فرقه ما بتعرفش على الاستحواذ وانا عبد على الاستحواذ، عايز تبقى جوارديولا من غير كواليتي، من غير كواليتي من غير التنفيذ بتاعه الفكره نفسها. هو عارف كويس قوي كل سيستم وكل نقطه في الملعب هو بيعمل فيها ايه. فهو فاهم، فاهم اللعيبه بتاعته. عشان كده حتى لما تيجي تتفرج على مانشستر سيتي تقول ان اللعيبه دي فاهمه الملعب، فاهمه بتعمل في الملعب كويس قوي، مش بس ان هي بتستحوذ على الكره، لا فاهمه بتتحرك امتى، تشتغل امتى، تضرب الخط ازاي، ده امتى تفنش، امتى تشوت، امتى تعمل كروس، امتى. كل ده الكلام ده من سيستم ومدرب. تمام، هروح لمنتخبنا الوطني. وانت بتتكلم من شوية انا كنت هأجل شوية بس قلت اروح معاك للمنتخب الوطني. حسيت اللي انت وانت بتتكلم اللي انت مدرب في اوضه اللبس، مشروع مدرب كبير انا شايف كده. انا خليك والله والله ما بجاملك، وانت بتتكلم حسيت بتدي محاضرة للفريق في اوضه اللبس. انا سرحت معاك من شوية في الموضوع ده. كروش هل يضم عناصر جديدة؟ هيدخل خلاص بعد يوم 9 دوري هيقف، هو كان عايز يشوف مجموعه من اللعيبه. هل هنشوف الكلام الكواليس عندنا اللي هو هيبقى ممكن محمد هاني بس على المجموعه القديمه؟ انت لو مكانه تضم عناصر جديده ولا حسب الاحتياجات اللي انا محتاجها في كمركز؟ يعني انت دلوقتي عندك عمر كمال واحد وامام عاشور دلوقتي دخل في الموضوع ده. فانا شايف ان هما اتنين دول كفايه في ماتشين. حتى لو محمد هاني تالق مع النادي الاهلي، ما هو انت اوريدي جربت لعيبه. يعني انت نزلت الملعب ولعبت وشفته تحت ضغط عامل ازاي. محمد هاني مع النادي الاهلي ماشي كويس قوي، لكن ما تضمنش يلعب ماتش المنتخب واخباره ايه. دي نقطه مهمه جدا، لانه شاف امام عاشور وشاف عمر كمال واحد، وهم ماتشين في 4 ايام او 5 ايام. فمش تاخد لعيب زياده على اللزوم الا لو حط امام في وسط الملعب. بس عندك كده كده اوبشن وسط الملعب وعندك اوبشن الباك رايت. فانا من وجهه نظري ان هو ما اعتقدش ان هو يدخل حد جديد، ما اعتقدش. بخبرتك كده لان انت بتقول بذاكر وشايف المشهد كويس والواضح ان انت بتتفرج على الفرق كلها، شايف اللي هيغير طريقه اللعب ولا لا هي هتبقى نفس طريقه اللعب؟ بص يا كابتن شادي، خلينا متفقين، لو ما طورش الجانب الهجومي هيبقى عندك مشكله كبيره جدا. صح. لو ما اشتغلش على التحولات الهجوميه، انا ما عنديش مشكله العب زي ما انت عاوز تحت، العب بلو بلوك دافع كويس قوي ونجحنا فيها. نجحنا فيها خلاص، دي امتياز، دي امتياز. بس هو ماذا بعد؟ هتفضل مخنوق. اي فرقه بتلعب بتتمركز كويس زي السنغال البوزيشن بتاعها صح، مش هتطلعك من وسط ملعبك. صح. ال10 لعيبه عندك بيدافعوا، يعني 9 بيدافعوا ومحمد صلاح في الحته اللي قدام. عشان اعمل تحول هجومي لازم يبقى عندي نقط اطلع عليها، ما ينفعش ال10 لعيبه تحت الكوره. طب ممكن احط 2. استاذ احمد كده يركز معانا على البورد كده، لان انت بتتكلم في نقطه، هنفضل نتكلم على المنتخب من دلوقتي. اللي عايز يوصل يجهز، اللي عايز يوصل يجهز. احنا الشكل الدفاعي اهو قدامك، او الطريقه اللي احنا بنلعب بيها دي اللي قدامك على البورد. طيب النقط اللي انت بتتكلم فيها الصح، ولو عايز تقول لي افراد معينه هتضيف الشق الهجومي، لان احنا كلنا لمسنا ده، بيجي لك اوقات بتدافع كويس جدا فبتزهق الفريق اللي قدامك، فبيجي لك لقطات، لقطات دي ابتكار من اللعيبه. فكره، خلينا نتكلم بامان. طبعا. طب ايه النقط اللي انت عاوزها وايه التطور اللي عايزه يحصل في الشق الهجومي؟ ممكن تشرح لنا؟ انا دلوقتي عندي فرقه زي السنغال بتدافع بكام لعيب؟ لو ناولتني هناك 3 اتفضل 4 هناك، هيحط باكين بيزيدوا. ده ساب واحد واقف في الطرف اليمين وساب واحد واقف. برافو عليك. ايوه صح. ماشي. تمام. انت دلوقتي انت مشكلتك اللي انت بتبقى كده وانت بتدافع، مصطفى محمد بينزل في الحته دي كده، مرموش بينزل في الحته دي كده، ويبدا صلاح يخش في الحته دي. برافو عليك. خلي بالك الناس بقى اللي بتقوله في اول ماتش لعب راس حربه صريح، لكن بعد كده كانت دي طريقه اللعب. مصطفى محمد ينزل عشان يدافع؟ لا مش عشان يدافع، مش عشان كده. مصطفى بينزل يشتغل مع الراجل رقم 6 بتاعهم عشان يخلي محمد صلاح ما يدافعش. فبيخلي واحد من الديفندرين يطلع بره مع الهاف، مع الهاف يساعد الباك الهاف. ايوه يساعد الهاف، والاثنين دول يشتغلوا، والراجل هم بيلعبوا 3 في وسط الملعب. فمحمد مصطفى بيبقى ديفندر والاثنين معاهم كام؟ 3.
فبقى عندك زياده عاديه واحد في وسط الملعب دايما باستمرار. بالزبط. لكن بعد ما تقطع الكوره طول ما مصطفى في الحته دي كده، طول ما انت في الوضع ده كده، ايوه او اني طب دول اتفضل خليك اتحرك عادي براحتك، احنا في اوضه اللبس بنعمل كل حاجه. اتفضل. ده مهاجم والهافين والباكين، وعندك واحد ديفندر كمان. مصطفى ما بينزل مع الراجل ده لو بالوضع ده انت مش هتطلع من نص ملعبك. ليه؟ ده أي الشكل اللي احنا كنا بنشوفه اخر اربع مباريات دي حقيقة. ولما الراجل كمان يزيد تلاقي مرموش نزل معاه كده، والناحيه دي النني هو اللي بيروح مع الهاف. دي حقيقة. لما يطلع. لو مصطفى محمد وقف بالمنظر ده عمرك ما هتطلع بكوره، لان الراجل ده لو وقف بس صح اللي هو راجل ديفندر رقم 6 ده واقف صح هيرد كل كره، وهم في بوزيشن صح يبدا يطلع عليك. انت عاوز هنا النقاط بقى ازاي نتحول هجوميا. انت اصل الموضوع ده الناس بتتكلم، كل الفنانين بيتكلموا فيه. حلو. لازم الناس دي تبقى قريبه من هنا، ده يبقى قريب من الحته دي. اختيارك للو بلوك هو اكبر غلط. ليه بقى؟ اللو بلوك ده انت هتعمل تحول هجومي من هنا في كام، 70 متر. احسن اختيار ليك هو الميدل. يعني اختيارات طريقه اللعب نفسها انت تبقى من الميدل، يعني اول الاستباكين بتوعك يبقوا هنا. وسايب المساحه دي للجون ورا. هتضغط عشان لو ضغطت هتعرف تروح للجون، تحول بسرعه. هات لي فرقه بقى بتعمل اللو بلوك وبتحول 10 مرات في الماتش، عمرها ما تحصل. صعب. انسى. عايز النهارده لما يكون مرموش هنا عدقين. ما اقول لك لما يكون مرموش هنا وحتى مصطفى وقف على الكوره وخد فاول، خلاص طلعت. طب رجعت الكوره هنا والناس ضغطاك، مش هتعرف تاخد الكوره. صح. هتفضل كده، تفضل كده. يا اما تطلع كره صلاح وهم طبعا فاهمين الكوره. خلي بالك انا في نقطه انت بتتكلم، خلينا نشرح ده هنا. لو اتحرك خليه لو اتحرك في مساحه فاضيه ضرب السبرنت ده كم مره على 10، لو عملها ثلاث مرات ده انجاز. وهيروح يعدي سواء هنا يمين او ما هيروح يعدي كمان واحد ضد واحد، هتلاقي عضلاته مش قادر، هيجي في اخر الماتش هيغير. لكن لو انا مثلا لو انا بدافع من هنا ايوه، لو التحول ده هيعمله حوالي مثلا قول 10 15 مره. هي دي النقطه المشكله اللي عندنا. طول ما انا يعني خلي بالك هم كمان فاهمين عارفين كويس قوي ان ده لازم يكمل مع صلاح عشان يخلي الضغط المرتد مكان الكوره ما يرجعش. لو ده رجع صلاح يتحول ولف وخلاص. هم عارفين كويس قوي فاهمين هم بيعملوا ايه. فانت عشان تعمل تحول هجومي صح ما ينفعش تختار طريقه اللعب دي. يبقى لازم او ممكن هي شوي. بس اطلع ازق لقدام شويه، بسيب مساحه للجول الراجل ده تاخد منه افضل ما عنده، والراجل ده هتاخد منه والمهاجم كمان واحد من الديفندرين. صح صح. لكن انت كمان والمشكله الاكبر كمان يا كابتن شادي اللي عند المنتخب، اللي انت ما بتعرفش تعمل بوزيشن صح. يعني ما بتدورش الكوره صح. انت النهارده هات كده تعالى بص على كل الفرق اللي بتلعبها، هتلاقي سبعه تحت الكوره، الثلاثه الديفندرات دول ما فيش واحد بيضرب الخطوط، بيبدا يلعب لك لتحت. الباصي اول ما تضغط عليك بتلعب كره طويله، ولا بتاخد الكره الثانيه، ولا في نفس الوقت بتخسر الكوره. ما فيش لان الثلاثه دول لما بيجي الهجوم عليك من تاني بس. فانت في كذا حاجه بسيطه ممكن تتحل، بس عاوز اختيار طريقه لعب صح وتدريب عليها صح. انا بقول اللي هي ممكن تبقى نفس الطريقه بس شوية. ادرب فرقتي على اللي احنا تتقدم شويه. لما تقدم شويه بالنسبه لي في ثلاث ميزات مهمه. احنا بنتكلم كوره، الميزه الاولى ان انا ببعد منطقه الخطوره بتاعتي، انا بدافع من بره فبعدت على الخطوره عن ده الضغط العالي. بالزبط. بس احنا ما بنعملش ضغط عالي. ضغط عالي مستين، انت بتبعد تبقى قريب من الجون بتاع الفرقه الثانيه عشان تجيب اما تقطع تجيب جول، في نفس الوقت تبعد الكوره عن الجون بتاعك. انت مش تعمل كده، انت تعمل الوسط صح، تبقى في الامان في الامان. وخلي بالك هتخليهم يزودوا الكوره الطويله، لانك انت لما تلاقي المدافعين بتوعك في الحته دي كده اولهم هنا غصب عنهم هيبدا يعمل ايه؟ كره طويله. انت النهارده كل العالم بيشتغل بالجون بتاعه ويطلع ياخد زي ما احنا بنعمل ساعات لما ما بنلقاش حاجه نعمل كره طويله، هم يبتدوا يجهزوا للهجمه. فانت خليهم هم يعملوا كده. وخلي بالك في ميزه اكبر بقى في كده، ان الخطوط هتبقى قريبه من بعض والضغط في وسط الملعب قوي. غير لما المسافه تبقى هنا وانت بتضغط من هناك، لا كنت بتلعب في 40 متر فتلاقي الضغط في وسط الملعب قوي جدا، فتقدر تاخد الكوره وتقدر تتحول تروح تجيب جول. من غير الحته دي، من غير الحته بتاعت التحول الهجومي دي الصح، مصر هتفضل. بص انت اتكلمت في نقطه واللي يرجع بقى يرجعوا للماتشات دي بالنسبه لنا مهمه نتكلم فيها، لان احنا محتاجين فعلا الشق الهجومي. لو اخدت بالك بيجي عند وقت معين مرموش كان بيغير، لان معدل اللياقه البدنيه بتاعته كان بينزل طبعا، فهو الراجل فاهم من كتر ايه جري بيروح، وهو عنصر شاب يعني ممكن لياقته البدنيه كويسه، فبيروح يخترق مره ومره يعملها وان تاتش ومره تانية يخترق، فبيجي من رابع مره هو بيحب يرقص عضلاته. بالظبط. عضلاته مش قادر التغييره دي. يا رمضان صبحي يا زيزو، لانه عارف اللي دول بذلوا
مجهود كبير لانهم رجعهم رايح جاي بلغه الكوره. وخلي بالك ودي نقطه برضو ممكن مع الله اعلم حد لاحظها ولا لا، احنا كل النقط الهجوميه بتاعتنا بنشتغلها في الشوط الثاني. ليه؟ الفرق اللي قدامك بتبدا تفتح المساحات بتاعتها، فيبدا وسط الملعب بتاعك يعمل ايه؟ يطلع قدام. شوف كل الكور الخطر اللي احنا لعبناها تريزيجيه واحمد سيد زيزو امتى؟ لما بيشتغلوا في الحته دي، صح، اللي هو في الهاف سبيس يشتغل ولا ولا يخش منطقه جزاء ولا يخش منطقه جزاء. كل الكور الخطر هتلاقي تريزيجيه واحمد سيد زيزو بيحطها منين؟ من جوه منطقه جزاء. امتى؟ في الشوط الثاني لما الفرق بتبدا تكبر. ودي مشكله ازليه في الدوري المصري او في الكره المصريه، اللي انت اول ما تضغط عليك ضغط قوي تفقد الكره بسرعه جدا. ده مش مجهز، مفيش، انت مش واخد على اللعب بتاع الضيق. اللعب الضيق ده معلش محترم الدوري المصري مفيش ضغط، الدوري المصري مفيش حد بياخد ضغط عالي واشتغل ازاي واشتغل البلوك ازاي والكلام ده كله. انت هنا بتلعب بريحيه وبتباص وبتتحرك. اول لما تلاقي الضغط كبير عليك لاحظ كده، كان كله بينتقد طريقه اللعب بتاعتنا اللي هو اول ما تعطل تروح راجع لورا بعد الهجمه ما اتجهزت تروح راجع تبتدي تاني. واول لما يضغط عليك ضغط قوي تروح حاطط الكره عاليه عالي. برافو عليك. يبقى احطها بقى، يبقى انا اعمل ايه؟ العب على الكره الثانيه وخلاص. يبقى احط الكره ضربه مرمى والعب على الكره الثانيه. بل انا عندي مشاكل في الحته دي، بل انا اصل الاستحواذ انا عاوز اوصل لبين. عارف وانت بتتكلم استحضرت بسرعه كده وانا متفرج على الكاميرون الطريقه دي نفعت معاهم ليه؟ لان انت زهقتهم، فهم تبص على الدكه بتاعتهم اصابها الاحباط. لان انت عشان مش فاهمين هم بيعملوا ايه. بص اقسم بالله ده كلامي اللي قلته. السنغال بقى عالجت الموضوع ده بايه؟ عارفين ده انا ممكن اقعد اقول لك حاجه السنغال عملت ايه عشان تلخص اللي انت اللي عامله التكتل العادي ده. حطت اتنين ثابتين في نص الفيلم فتح لك ايه؟ يقول لك كل ما تفتح الملعب، كل ما تفتح الملعب بالشكل ده كل لما انا بموت الدفاع بتاعك، لكن لو انا دخلت لجوه فاهم؟ فبتلاقي ايه؟ كله قريب من بعض خلاص مش عارف اختارك. فده اللي عالجه السنغال. وبعدين لاحظ كده السنغال هتلاقيها طول الماتش بتلعب في 40 متر او في 30 متر كمان. مفيش بقى كبر المساحات واجري هناك واعمل، لان اي فرقه بتكبر مساحات بدنيا بتقع لازم. بالظبط بالظبط. يعني رضيت او ما بيت هتقع بدنيا. فانت كل ما بتضايق مساحاتك كله قريب من بعض. على فكره ده جزء ذهني مش جزء بدني بس. يعني الجزء البدني لو وقعت انت بدنيا تلاقي بدات تعمل ايه؟ تفتح الوسط غصب عنك، تلاقي الوسط بقى بيطلع الديفنس مش قادر يطلع وتركيزك بيقل فانت عاوز جزء بدني وجزء ذهني في نفس الوقت. ان انا اول لما الناس تطلع اطلع وراها في ظهرهم. خدتوا بالكم محمد صلاح بيتكلم بيقول لك بتعايش مع المباراه قبلها هفضل اكرر وذهنيا لو جات لي دي هعمل ايه واللعبه دي. عشان كده لما بتجيلي ببقى انا جاهز. بس شادي الكوره دلوقتي في العالم هو جزء ذهني اكتر من جزء فني. ذهني ان انا افضل محافظ على اسلوبي طول 90 دقيقه. تعال بص ليفربول امبارح مغلوب 1-0 حافظ على اسلوب بيلعب نفس، ولا قال لك لعب طويل بقى ولا اجري ولا السيتي خسران بيلعب نفس اسلوب. الحته الذهنيه دي رتم سرعه نفس الاسلوب نفس الطريقه ما بغيرش عشان ده اللي انا هكسب بيه. هو عارف كويس قوي ان وقت من الاوقات توتنهام هيفتح سن هيبدا المساحات تكبر طبيعي. ده لازم في الكوره على الاقل ربع ساعه تلت ساعه هتلاقيك عامل كده. انت رايح داخل ومخلص الموضوع. برافو عليك والله مستمتع معاك بالكلام في الكوره. بس انا يعني على الهوا كده انت تبقى مدرب كويس جدا وانا معاك مدير كوره ان شاء الله نظبطها من دلوقتي. طيب جاهز لفقره هنخش بقى على الجد وتخش على فقراتنا اللي بتعجب الجماهير. مين هيكمل معاك؟ بيبقى في صورتين هتختار واحد بتقول له شكرا وواحد بيكمل معاك لغايه لما نوصل لاخر صوره. جاهز يا استاذ احمد؟ يلا بينا الاول صوره نشوف احمد مين هيكمل معاك. هتختار وائل جمعه ولا فتح الله؟ تختار واحد تقول له شكرا وواحد تكمل معاه. ايوه انا فيتو لعبت معاه طبعا في الزمالك وعملنا مواسم كويسه جدا مع بعض. لكن معلش يا فيتو بقى معلش سامحني اختار كابتن وائل. والله يا فتح الله نظرتك كده انت بتستقطبني فانا لا ماليش دعوه اللي بيختار. بص الكابتن وائل باصص كابتن وائل يا عم اضربنا مش ناقص. طيب بنقول لمحمود فتح الله شكرا وائل جمعه هيكمل مع نجمنا الكابتن احمد مجدي. الصوره اللي بعد كده نروح نشوف الصوره اللي بعد كده مين؟ عماد النحاس ولا وائل جمعه؟ لعبت مع كابتن عماد برضه لعبت مع كابتن وائل وانا صغير في النادي الاهلي. كابتن عماد برضه لعيب كبير جدا وكابتن وائل لا وحش. كابتن وائل وحش صورة تحير. صعبة جدا بس معلش يا كابتن عماد انا اسف اكمل مع كابتن وائل. تمام بنقول للكابتن عماد النحاس شكرا والكابتن وائل جمعة هيكمل مع الكابتن احمد مجدي. نروح نشوف الصورة اللي بعد كده وائل جمعة ولا وائل قباني؟
هو لباني بيقول لي مفيش امل ولا ايه؟ ما تبصليش انا وائل اهو هنا. كابتن وائل برضه محترم جدا، بس هو كان ليبرو يعني، كان ليبرو. معلش يا كابتن وائل سامحني، لا اكمل كابتن وائل جمعه. كابتن وائل لباني بنقول لك شكرا، وهيكمل وائل جمعه مع احمد مجدي. نشوف الصوره اللي بعد كده، اتفضل. احنا خلصنا المدافعين، هندخل على وسط الملعب، حسني عبد ربه ولا محمد شوقي؟ صعب قوي السؤال ده قوي. من جامدين قوي بصراحه. بص الاثنين، بص الصوره الوحيده اللي الاثنين باصين للضيف فيها. لا بس الاثنين جامدين جدا، بس حسني بص هناك شويه. والاثنين لعيبه متكاملين، بس كان شوقي اقوى دفاعيا كمان من وجهه نظري يعني. معلش يا حسني سامحني، انا سامع انت شباب مدير كوره، فهو مدير كوره. احنا سايبينك، بص يا حسني انت تركز مع الاسماعيلي عشان موقفه صعب. احمد بيقول لك شكرا، وهيكمل معاه محمد شوقي. الصوره اللي بعد كده، هاني سعيد ولا محمد شوقي؟ يا عم اللعيبه الصعبه دي، انا لعبت مع هاني برضه في الزمالك. هاني كان لعيب مخ، كان لعيب جامد مخ وعبقري، من اللعيبه اللي بتلعب مخ اكتر من اكتر من رجلها. اكتر اللعيبه اللي بتعمل التكمله ازاي تبقى ليبرو وتكمل وسام، حطش نفسه تحت ضغط، حلوه حطش نفسه تحت ضغط، يا تلعب السهل. بس معلش يا هاني، انت لسه كسبان النهارده في بيراميدز، ربنا كرمك ان شاء الله خدت مكافاه. فخليني مع شوقي، رايح السنغال، ماتش صعب. بنقول للكابتن هاني سعيد شكرا، وبيكمل مع الكابتن احمد مجدي كابتن محمد شوقي. يلا الصوره اللي بعد كده، تامر عبد الحميد ولا محمد شوقي؟ انا لحقت دونجا في اواخره، لعبت معاه في الزمالك، كان لعيب برضه جامد جدا جدا جدا. دي حاجه، معلش يا شوقي ركز انت في المنتخب بقى ان شاء الله في ماتشات السنغال، واخد دونجا. نسيب ابو الشونج يركز في السنغال، وتامر عبد الحميد هيكمل مع احمد مجدي. الصوره اللي بعد كده، حسام عاشور ولا تامر؟ حسام جيلي، حسام جيل، نفس الجيل نفس السن، كنا قاعد في النشيد الاهلي صح، وصعدنا مع بعض احنا الاثنين مع بعض. يعني الماتش بتاع مستر كوزيه دي اتفرج على الناشئين، وانا هو صعدنا فيه. بس معلش يا حس، انت جيلي كل حاجه. ليك مواقف مع عاشور ولا لا؟ عاشور عشت النادي الاهلي ومنتخب الناشئين، ولعبنا مع بعض كاس عالم وبطولات افريقيا. عاشور من اللعيبه المحترمه جدا، واتظلم كتير، انا شايف ان هو طلع بطريقه مش كويسه من النادي الاهلي. عشان كده حسام بقى معلش سامحني، عشان انت طلعت بطريقه مش كويسه من النادي الاهلي، انا اختار الدونجا. هنقول للكابتن حسام عاشور شكرا، وهيكمل معانا تامر عبد الحميد مع نجمنا احمد مجدي. الصوره اللي بعد كده، علاء عبد العال ولا علاء عبد الغني؟ علاء، اسف، علاء عبد الغني ولا تامر عبد الحميد؟ برضه لحقت علاء، كان برضه ما شاء الله مفرط في وسط الملعب بطريقه طبيعيه، بس اصابات ربيت وخلصت عليه للاسف الشديد، وعمل شغل مع كابتن معاد نحاس كويس، بس معلش علوه سامحني اختار. بعدين كانوا بيجي له اصابات كتير، ما ربيته كانت عنده، كنا بنكسب احنا على طول. ما ردتش انت خالص، مش هتكلم خلاص. بنشكر الكابتن علاء، وبيكمل معانا الكابتن تامر عبد الحميد. دونجا لعيب كبير، دي حقيقه، من اللعيبه اللي كان شايل وسط ملعب كبير لوحده. احمد حسن ولا تامر عبد الحميد؟ قعدتوا دونجا لعيب كبير، الصوره دي صعبه، وريني بقى الاختيار. الصقر متكامل، الصقر لعيب متكامل دفاعيا وهجوميا، وبيكمل وبيشوط وبيلعب بدماغه ومعاه فلوس كتيره. استفاد بالفلوس احسن. ايوه لا استفاد بالفلوس، اختار الصقر. والله سفرني 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 بلاش، ضحك عليك احمد، انا ماليش دعوه. قال لك واحسن لعيب الصقر، الصقر سفرني بلاش ولا حاجه، سفرني سفرني بلاش ولا حاجه، الصقر. بيختار معانا، بنقول للكابتن تامر عبد الحميد شكرا، وبيكمل معانا في اخر صوره احمد حسن العميد كابتن منتخب الوطن. فدي كانت اخر صوره معانا كده، احمد حسن يكسب. هو اللي بيكمل معاك، احنا بنلعب ونغير جو، وكلمنا كوره، وده الطبيعي بتاع الرياضه بتاعتنا. بنقول للناس اللي في جزء في استمتاع
وفي كلام في الكوره. حياتنا كلها اصلا كانت يعني كان كلها مع اصحابنا وزمايلنا واهلي زمالك مع كل الفرق. في الاخر الملعب ده كان هو الساعه ونص وبقى كده كل بالزبط. الحياه بعد كده وحللنا اتكلمت في الكوره وبتتكلم كويس في الكوره. جاء الوقت الصعب في الحلقه بقى. ايه تاني في حياتك؟ وقت الاكشن يلا. ايه تعرف هنعمل ايه ولا لا؟ طيب خلينا بعد الفاصل ناخد فاصل ونرجع بالكابتن احمد مجدي. اسئله صعبه جدا على كرسي الاعتراف. نايم معاك وطيب معاك هزرنا ولعبنا واتكلمنا تسمعني ولا ايه؟ ليه قلقان؟ لا مش قلقان. متأكد؟ ما عنديش حاجة قلقان منها. متأكد؟ اه. لا فيش والله ما تقلق عادي يعني حتى لو في قلق عادي طبيعتي يعني. هو انت مشيت من الاهلي ليه؟ والله مشيت من الاهلي بسبب ان انا اتصعدت في الاول وبعد كده حسيت ان الوضع صعب مع منوي الجزيه وكان في لعيبه كتير جدا موجوده يعني انا كنت اتمرنت معاكم فتره كبيره. ايوه. ولقيت الوضع مش سهل مع النادي الاهلي وللاسف الفتره دي كان في مجموعه اعارات على طول دايما يودوك مثلا اعاره في حته معينه او اعاره للنادي وبعد كده ترجع وبعد كده يودوك اعاره ثانيه وبتاع. فانا حسيت ان الدنيا بالنسبه لي كنت لسه على كاس عالم وبدا يجي لي حبه عروض من وكيل اليوناني فحسيت ان بيني وبينك يعني قلت القرار ده لازم يتاخد لاما هقعد بقى في اعراض اروح مثلا نادي هنا وارجع واقعد. فبيني وبينك قلت جوزيه شكله كده واضح ان هو مش برضو كان في نجوم كتير يعني انا برضو اكيد بنعذره لكن في الاخر خدت القرار ومشيت. مشيت رحت اليونان. تجربتك في الاحتراف فشلت ولا كانت تجربه كويسه؟ لا طبعا الحمد لله كانت تجربه ناجحه جدا. قعدت سنتين عملت سنتين قوية جدا وكان مع حتى الدوري ساعتها كان قوي جدا كان معانا يا توري ريفالدو كونسيساو بتاع ريال مدريد كان لا كان الدوري قوي جدا عملت سنتين يعني جامدين جدا وكنت مكسر الدنيا وحتى وقت نزل روحت اليونان اسمي يعني لما يتقال متداول يعني. عرفنا ان انت مشيت من اليونان بسبب الوكيل بيقولوا كده بلغه الكوره اخذك بمشاكله مع شيكابالا وامير عزمي تقريبا صح ولا غلط؟ هو الوكيل ده كان مسفرنا كلنا كنت انا واحمد غانم. احمد غانم كان راح مش ما جاش اليونان يعني كان راح بولندا وانا وشيكابالا وامير عزمي في اليونان فكان عنده حبه مشاكل مع شيكابالا وامير فكان عقدنا خلص معاه فجاي يجدد عقدي فقال لي انا عشان اعمل لك يعني عشان اجدد معاك عقدي هنعمل شرط جزائي 200,000 يورو. أيوة. كان ساعتها 200,000 يورو رقم كبير. قلت له طب ليه؟ قال لي لو اتكلمت مع وكيل لو رحت عملت حوار صحفي مع حد من غير ما اعرف. قلت له في الاخر انا بتعامل معاك كويس والناس حتى لو كانوا بيجوا لي بقول لهم ان انا وكيلي كذا كذا وبقول لك على العروض اللي جايه لي. فقال لي لا هو ده اللي عندي. فللاسف الشديد كنت الفتره دي كنت انا كان عندي 20 سنه صغير جدا فما كانش برده كنت انا سايب اهلي وعندي 11 سنه فكل قراراتي كنت انا اللي باخدها. فللاسف يعني ده اكبر غلطه في حياتي انا رجعت من اليونان اكبر غلطه في حياتي. ندمت ان انت مشيت من الاهلي؟ والله بص لما ارجع للورا انا شايف ان القرار صح. كنت اتظلم كنت انا خلي بالك انا كنت من اللعيبه عشان فرصتك كانت قليله. انا كنت من اللعيبه اللي عليهم طرد كبير جدا في النادي الاهلي وانا صغير يعني انا مصعد في الاول عندي 16 سنه كنت انا وحسام عاشور واحمد سيد فرج وعبد الله جلال. لكن حسيت ان انا ممكن اتظلم في الاعراض ان انا اروح انديه معينه وارجع وبعد كده اروح تاني وارجع وفي وسط اللعيبه اللي كانت نجوم كبيره جدا كان ما شاء الله يعني كان كل خط فيه لعيبه كتيره جدا وكبيره جدا فانا لو رجع بقى الزمن تاني كان احسن قرار خدته في حياتي. خلصت ورحت على الزمالك مين اللي اتكلم معاك تروح الزمالك؟ اول حد كان يعني اول حد اتسال عليا كان شيكابالا. كنا احنا شيكابالا يعني عشره عمر مع بعض في المنتخبات ومستر فنجاده لانه كان ماسك المنتخب الاولمبي. فكلمني سمير عبد التواب واستاذ عمرو الجنايني قالوا لي كذا 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 والزمالك وعاوزينك وي وي وي. فقلت لهم والله خلاص ما فيش مشاكل. بداوا يتفاوضوا مع النادي وجابوا لي رقم كبير جدا من غير 50,000 يورو وده كان رقم ساعتها مهول. ايوه. فاخترت الزمالك ورجعت لاسباب ان انا كنت شايف ان انا كنت لازم العب لان حتى سعيد النادي الاهلي جالي بس كان جوزيه برضو موجود فقلت انا هرجع النادي الاهلي نفس الحوار يبقى انا ما عملتش حاجه جديده. العصفوره قالت لي يوم ما رحت الزمالك كان الجماهير بتهاجمك وابتديت تجيب قطن معاك وتحط قطن في ودانك الكلام ده صح ولا غلط؟ الفتره كانت صعبه جدا يعني اول ما رحت الزمالك اول مره العب دوري ممتاز في حياتي. يعني كان ماتشات بقى وبتاع والكلام ده كله والزمالك برضو عشان تخش انا كنت جيت قبل ماتش اول ماتش في الدوري بيوم لما انت ماي خفيف ولعبت تاني يوم ماتش الاسماعيلي والجمهور بقى كان الجماهير كانت صعبه جدا كان شتيمه دايما باستمرار. انا كنت وحش خلينا متفقين انا راجل امين انا كنت وحش جدا بس مش انت بتصرح انا كنت وحش
فمن كتر الشتيمه بقيت خلاص مش قادر العب، يعني مش قادر العب. الوقف جنب ساعتها ابو العيله، كان ابو العيله كان نفس الوضع بالظبط، كان برضه بيتشتم على طول وبتاع، فقال لي ايه ده ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله، والدنيا تمشي. حتى راجل من كتر مستر كول من كتر الضغط اللي كان عليا قعدني ماتش، قال لي تقعد. وحتى المحللين وحتى النقاد كانوا يقول لك هو احمد مجدي لازم يلعب. ليه حطيت قطن في ودانك؟ مش عاوز اسمع الشتيمه، يعني عاوز اركز في الملعب، مش عارف اركز، مش عارف اتشتم ومش عارف اركز. قدرت تركز؟ بعد اول ست شهور لو جبت امي تلاقي الله تشتمني في الشارع وانا ماشي جنبي كده ولا عمري ابص. جالك تبلل؟ خلاص جالي تبلل. فخلاص يعني خلي بالك دي من احسن الحاجات اللي انا اتعلمتها في حياتي. عايز اقول لك على حاجه برضو اعرفها منك، يعني رحت المصري لعبت صح؟ كنت خانق مع كابتن حسام حسن؟ لا لا مش خانق. كابتن حسام في مشاكل معاه؟ لا كابتن حسام كان في الزمالك لما جالنا. ف انا كابتن حسام كنت بلعب اساسي على طول وبتاع والكلام ده كله، فجه مره واحده قعدني. كنت رايح منتخب 2010 بانجولا، كنت رايح، كابتن حسام كلمني وقال لي ما تزعلش ومش عارف ايه وبتاع، وانا مش عاوز اخدك واقعدك احتياطي واخدك واطلعك بره وانت لعيب كويس واما ارجع هاخدك وي وي والكلام ده كله. في ساعتها فتح الله راح، فرجع رجع من البطوله لعب هو والصفتي. ايوه. ف يا كابتن حسام انت عاوز العب يعني ايه اللي طب ناقصني؟ قال لي انت رقم واحد عندي سواء لعبت او ما لعبتش. قلت له يعني ايه؟ قال لي انت لعيب رقم 12 عندي. تبدا بقى ما تبداش انت لعيب، وكنت دايما بنزل باستمرار، بس كنت اول مره اتحط في موقف ان انا اقعد احتياطي من اول ما لعبت كوره لغايه الموقف ده انا عمري ما كنت قعدت احتياطي، كنت بلعب باستمرار. فالوضع بالنسبه لي كان غريب، مش عارف اتاقلم برده معاه، وقعدت فتره ما بلعبش خالص، والفرقه كانت ماشيه كويس والكلام ده كله. فاتكلمت معاه قلت له انا عاوز امشي. قال لي اصبر يا مجدي انت اول موسم جاي وهتلعب. ايوه. فتره جديده والكلام ده كله، انا استعجلت مشيت رحت المصري. ودي برضو لو رجع بقى الزمن، بس انا كنت صغير في السن جدا، ما كانش حد حواليا يديني القرار الصح. بعد كده هو راح المصري. فمشيت. مشيت رحت المصري، عملنا اول موسم عالمي. أيوة. تاني موسم كابتن طلعت يوسف مسكنا. أيوة. مشي جه كابتن حسام. فكل يستشهد، كل شويه يستشهد بيا، يعني كل شويه اساله مجدي اساله مجدي. ايوه. جيت اول ماتش كنت انا مطرود ما لعبتش. الماتش الثاني نزلت احتياطي، يعني لعبني الماتش الاسماعيلي احتياطي وبعد كده. أيوة. ماتش المصري. فهو مقتنع بحاجه معينه هو مش عاوز يغيرها، شايف ان احمد مجدي يبقى احتياطي، وانا ما تقبلتش كده. فلكن شخصيا انا بحبه، انا بحب كابتن حسام جدا شخصيا. كويس اللي انت مشيتش رحت على الاتحاد. لا الحمد لله. احمد تقول مين؟ انا اسف. انا اسف والله يا كابتن ما ظلمتش حد. انا مش انا خلي بالك انا تعاملاتي اصلا ما بعرفش ناس، يعني انا ما بعرفش ناس اصلا، يعني انا من البيت التمرين، تمرين البيت، ما حد مش صحاب كتير. فلا يعني ما عنديش العلاقات الكتيره اللي انا اتخانق مع ناس هنا وهنا وهنا وهنا. لا بالعكس، انا ممكن تلاقي في حياتي مثلا 3 4 اللي اعرفهم. في البيت على طول باستمرار. قرار خدته غلط، حاجه ندمان عليها؟ لا ندم الاول والاخير انا رجعت لليونان. انا كنت مكسر الدنيا هناك، كنت مكسر الدنيا، وجالي اولمبياكوس بانتانايكوس، وجالي انديه بره اليونان. ويورو تبقى ب 22 جنيه كان ساعتها لسه صغير. كان لسه رخيص. لكن ده اكتر قرار خدته ان انا مشيت من اليونان. والقرار الثاني ان انا مشيت من الزمالك فتره كابتن حسام. انا كنت المفروض اقعد واقاتل وابقى موجود وبتاع والكلام ده كله، لكن للاسف برضو صغر السن بتاعي خلاني اخد قرارات معظمها للاسف كانت غلط. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. روحت نشيل الاهلي دي؟ لا الفتره بتاعت الاهلي كان والدي كان حد يعرف كابتن صفوت عبد الحليم، فروحت اول اختبار نجحت فيه. ايوه. بعد كده مشيت بقى حوالي مثلا تتكلم مثلا في 15 اختبار. اما رحت واشتغلت وطلعت فوق والكلام ده كله، وبعد كده مشيت قالوا ان انا هربت اول حاجه. وانا ما هربتش، انا انت عارف لما حد يطلع من النادي الاهلي لا باسبور ومش عارف ايه والكلام ده كله. لكن رحت الزمالك، يمكن انا عشان لعبت فريق اول في الزمالك واتشهرت في الزمالك والجمهور حابين وانا حبيت الجمهور جدا، فتعلقت بالناس الزمالك اكتر. لكن في الاخر بحتين طبعا النادي الاهلي، ما عنديش مشاكل خالص مع النادي الاهلي. يعني مبسوط من اللي انت حققته في الكوره؟ والله كنت شايف الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. لكن اتظلمت في وقت كتير جدا. كنت شايف ان انا 2010 حاسس ان الكابتن حسن ظلمك لما كان هيفرق معايا كتير جدا. وانا كنت مكسر الدنيا، يعني انا مكسر الدنيا وكان كل مصر بتتكلم عني. يعني في الزمالك كنت بلعب بقاتل وكنت شايل الفرقه، لكن في الاخر يعني انا شايف ان انا كنت ممكن استحق حاجات اكتر من كده بكتير. لكن ممكن شخصيتي مش مدياني يعني شخصيتي، عشان انا انطوائي ماليش علاقات كتير ماليش الكلام ده كله. لكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. عندي
يعني الحمد لله الجمهور ما بيقابلني في الشارع الحمد لله كفايه ان انا يعني الناس بتحترمني ودايما بيفتكروني بالخير وده في الاخر هو ده نهايه الكوره حتى لو لعبت وخدت بطولات الدنيا والاخره وفي الاخر الناس بتشتمك في الشارع او مش طايقاك او بتتكلم بطريقه مش كويسه في الاخر انت ما كسبتش حاجه. مدربين كتير قوي جم معانا في برنامج اوضه اللبس اسماء رنانه في عالم كره القدم حدث ولا حرج عن تاريخ افريقيا كاس عالم قال لك ما بلاقيش نفسي في التدريب ما باخدش حقي في التدريب ولما باخد فرص ببقى سني كبر طب ما بتشتغلش ليه علشان مرتبطه بالعلاقات ولا انا لازم ابقى اعرف فلان اعرف فلان هم اللي بيسكنوني. لما بتسمع الكلام ده اكيد من نجوم كتير صممت ليه تدرب برضه؟ هو ربنا كبير بالاخر وانت بتسعى وخلي بالك جالهم فرص انت بقى تمسك فيها ما تمسكش فيها دي بتاعتك انت يعني اعتقد يعني ان شاء الله ربنا هيكرمني فرصه امسك بقى فيها ما امسكش فيها دي انت وشطارتك لان في الاخر هو التدريب مش كوره بس لا في توفيق وفي دراسه وفي ازاي تدير فرقه من حوالي 20 25 لعيب مختلفين الاطوار والتعليم والتربيه وكل الكلام ده كله في الاخر انا بسعى يمكن والدي يعني من الناس اللي ليها فضل كبير جدا جدا عليا والدي ووالدتي ربنا هو نفسه حتى يقول لي يا ابني هتطلع تدرس وتصرف فلوس وي وي والكلام ده كله وبرضه يعني عاوز اشكر كابتن مجدي عبد الغني لان هو اللي بيساعدني في الكورسات دي يعني جمعيه لعيبه محترفين هو بيساعدني في الفلوس بتاعه الكورسات بيقعد يقول لي يا ابني هتروح تتعلم وتعمل وي والكلام ده كله وفي الاخر هي ماشيه كده بالعلاقات قلت له فانا بقول له يا بابا هي بتاعت ربنا في الاخر وفي نفس الوقت لما يجيني نصيبي وامسك حاجه ان شاء الله او انجح فيها هتمشي الدنيا بعد كده لفوق ان شاء الله. نفسك اول ما تخرج من الحلقه واشكرك تخرج بره تمسك تليفونك تلاقي مين على التليفون بعت لك رساله؟ لا البيت عندي كله نايم ده عامه ده رقم واحد يعني مش هتلاقي البيت ولا ابويا وامي اختار شخص يكون وحشك نفسك تسمع صوته يبعت لك رساله. وحد وحشني يعني بعت لي رساله لا حد ليه مش حد قريب منك ما انا بقول لك يعني انا يعني اكتر حد قريب مني وعيلتي واحنا ساكنين في بيت واحد فانا الحمد لله رب العالمين ودي نعمه برضو انا كل يوم مع والدي ووالدتي بشوفهم ومراتي ازاي لعب كوره ومالكش اصحاب في الكوره لا يعني الكوره خلي بالك انا واخد الكوره لان انا كنت عارف المجال بتاعنا في صدمات كتير جدا 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 دي حقيقه فانا باخد الكوره من بره ما باخدهاش من جوه ممكن تلاقي مثلا واحد او اتنين هم اللي اصحابي وبنتكلم كل فتره والكلام ده كله لكن هتلاقي تلات ارباع اصحابي من بره الكوره مش جوه الكوره لان انا يعني انا عارف الكوره ماشيه ازاي وعارف الشخصيات وعارف عارف عارف ف بحاول ان اخد الدنيا من بره ما اخشش جوه بنفسي. استمتعت بالحوار معاك حبيبي شرفتني ونورتني كان بقالي مده كبيره جدا ما شفتكش انا بقول دايما بعمل اي برنامج في اي مكان من اكتر الحاجات اللي بتبسطني اللي بشوف صحابي واللي شفتهم هم صغيرين واللي افكارهم بعد كده بيتطور الفكر بتاعهم. اتشرفت بالحوار معاك شخصيه مهذبه شخصيه محترمه الله يخليك مالكش مشاكل مع حد خالص وعشان كده الناس كلها بتحبك حتى لو انت ما فيش اي صداقات من الكوره. انا مبسوط جدا ان انا شفتك النهارده وشرفتني انا انبسطت جدا يا كابتن شادي واتشرفت وبقالي كتير جدا جدا فعلا ما شفتكش لما كنت متصلنا في استراحه الناشئين فكنت وحشني جدا وبشرف بيك وان شاء الله تعمل برنامج مكسر الدنيا حبيبي اشكرك حبيبي شكرا جزيلا. بكده خلصت حلقتنا مع نجمنا الكابتن احمد مجدي نجم الاهلي والزمالك ومنتخبنا الوطني بشكره شكرا جزيلا على كل كلمه قالها النهارده بيتكلم في الكوره كمان كويس جدا جدا جدا. استنونا بكره في حلقه جديده من اوضه اللبس وتصبحوا على الف خير.